السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويوم جديد وملعب جديد من ملعب الأهلي. حلقة النهاردة في اليوم الثاني في الأسبوع الثالث اللي طبعا شهد لقاء نجوم اف سي مع المقاولين العرب، واللي انتهى بفوز المقاولين العرب 2-0 وأول هدفين في فرقة نجوم اف سي. في الجزء الثاني النهاردة من الحلقة هيبقى معايا كابتن ماهر همام وكابتن أسامة عرابي، هنتكلم على اليوم الثاني في الأسبوع الثالث، وهنتكلم طبعا أكيد على الدوري بشكل عام، وكمان هنتكلم بالتأكيد على مباراة الترجي والمواجهة الإفريقية مع النادي الأهلي. وكمان أنا كمان يمكن في البداية هبقى بعد شوية أكلم معاكم على التشكيلة المتوقعة ومين رجع من الترجي وقوة الترجي الضاربة في بعض الأسماء اللي رجعت من جديد لفرقة الترجي. لكن في البداية كنا اتكلمت مع حضراتكم من حوالي يوم أو يومين إن احنا هنبدأ النهاردة في حلقة ملعب الأهلي في دردشة مع كل جماهير النادي الأهلي، بل كل الجماهير المصرية بشكل عام. حكم المنطق والعقل قبل ما تاخد قرار أو تتكلم في اتجاه أو التعصب بتاعك أو انتمائك ياخدك لسكة ما كانتش موجودة زمان. حكم المنطق والعقل، حكم التاريخ والأرقام، حكم حاجات كتير جدا جدا عشان نوصل دايما للغة التفاهم، لحوار ممتع وشيق كما كان في الماضي في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات لحد بداية الألفية الثالثة أو بداية القرن الواحد وعشرين. في الستينات والسبعينات والثمانينات رغم أن ما كانش فيه ميديا كتير ورغم أن ما كانش فيه توجيه كتير أو وعي إن صح التعبير كتير، لكن كان فيه احترام سائد ما بين الكبير والصغير، ما بين النجم والصاعد، ما بين الأندية وبعضها، ما بين كبار الأندية وأشهر الأندية والنجوم اللي في الأندية وكل فئات المنظومة أو كل الناس المسؤولة في المنظومة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في الستينات والسبعينات والثمانينات كان في احترام متبادل، لكن مع بداية الألفية الثالثة بدأت بعض الأقلام، بدأت بعض اللسان أو بعض الألسنة تبدأ تتكلم وتشكك في بطولات كتير جدا وإنجازات كتيرة وتحديدا مع النادي الأهلي. عشان كده احنا سمينا الفترة الأولى أو الفقرة الأولى النهاردة من ملعب الأهلي اللي اختشوا ماتوا. يعني مش مطلوب أبدا من الكبير دايما إن هو يفضل ساكت، مش مطلوب دايما من الكبير إن هو يطنش ويعمل نفسه مش سامع باله، مش واخد باله أو مش سامع حاجة، مش مطلوب كده. مش مطلوب لما تكون معظم اللي موجود في الفضائيات أو الاستوديوهات التحليلية أو الآراء أو وجهات النظر أو الألسنة، يعني مش عايز أقول الكل لكن المعظم أو الموجود الفئة الأكبر كلها رايحة في اتجاه يعني ما بين واحد بيعمل نفسه مش واخد باله من الإنجازات والبطولات والأرقام اللي بتحصل، وما بين يعني واحد كمان ممكن يتطاول ويتجاوز ويشكك في حاجة كبيرة جدا جدا. عشان كده قلنا فين الأمانة اللي عندنا؟ فين الأمانة اللي احنا اللي استلمناها واللي المفروض نسلمها للأجيال اللي بعدها؟ هنقول إيه للناس اللي رحلت عننا؟ طب اللي موجودين بندافع عنهم أو بندافع عن نفسنا قبل ما بندافع عنهم وبندافع عن نادينا. طب الناس اللي ماتت هنقابلهم هنقول لهم إيه؟ الناس الشموخ والرموز والأساطير اللي ماتت وسابت لنا النادي ده أمانة في رقبتنا، سابت لنا النادي أمانة في رقبتنا من الإنجازات والبطولات والقيم والمبادئ والأسس والحاجات اللي كبيرة جدا اللي اتعلمناها واللي ما زلنا يعني متربيين عليها واللي مصرين إن احنا نكمل فيها. الأساطير اللي واحد من نجومها وواحد من رموزها وواحد من مؤسسيها قدامكم على الشاشة هنقول لهم إيه؟ زي ما عندك واجب دايما على المستوى الديني وعلى المستوى طبعا يعني العقائدي بتاعك، كمان في واجب يعني على المستوى الاجتماعي أو المستوى الدنيوي كمان، لما حد بيسلمك أمانة أو حد بيحملك أمانة ويقولك دي أمانة في رقبتك، إن أنت مش شرط باللسان على فكرة ومش شرط من خلال وصية، لكن من خلال أفعال، من خلال مواقف، من خلال كلمات لازم تكون أدها وقدود إن أنت تحملها. أنا بتكلم على اللي فات، ما بتكلمش على اللي جاي بس، أنا بتكلم على اللي فات اللي ناس كتير جدا مصرة إنها تشكك فيه، اللي فات اللي رغم كل البطولات والصعوبات والإنجازات ورفع اسم البلد قبل ما ترفع اسم ناديك وفرقتك بترفع اسم بلدك، كتير جدا بيشككك فيها وكتير جدا بيروح يتكلم عليها. عشان كده اللي اختشوا ماتوا يعني محدش أبدا يتكلم معاك بالشكل اللي يضايقك. أنا ما يهمنيش من ياخد الدوري السنة دي ومن ياخد الدوري السنة الجاية، المقاولين، الإسماعيلي، بيراميدز، سموحة، أي فرقة تاخد الدوري، الزمالك،
رغم ان لسه السبع سنين ما خلصوش كالعاده، هو الاهلي معتاد كل سبع سنين يفوت سنه او يهدي سنه او يهدي سنه، رغم ان السبع سنين ما خلصوش، لكن ممكن الاسطوره بتقول كده، ده مش مقياس، ده مش قانون، دي مش لائحه، لكن في النهايه ممكن تحصل. ده انا ما يهمنيش ابدا مين ياخد الدوري السنه الجايه او السنه دي، ما يهمنيش، قادر في ان انت ترجع من جديد. حصلت كتير جدا، حصلت في الثمانينات، حصلت في السبعينات، حصلت في التسعينات، حصلت ان انت بتتفوق سبع سنين، ثمان سنين، تسع سنين. اللي عايز اوصله، اللي عايز اقوله، اللي اختشوا ماتوا. يعني لما بتكون انت بتشكك في انجازاتي والقابي وبطولاتي، بتشكك فيها، بتتكلم في تاريخي، ولما اجي اكلمك على ارقامك الحقيقيه تتقمص وتزعل وتتضايق وتعمل هجمات وتعمل تجاوزات وتهين وتتكلم بدل ما تتكلم حتى في النقد. يا اخي اتفرج حتى على فيلم صلاح الدين. يا اخي قال لك صلاح الدين يحسن ارسال سفرائه. يا اخي خلي اللي بيتكلم عن لسانك واللي بيتكلم عن طريقك يا اخي بيعرف يتكلم، حتى يعرف يبقى يوصل، حتى يبقى عنده الحته التوجيهيه والحته اللي مفروض ظاهر على الشاشه. سيبك من الحته الاعلاميه، وكلنا بنتكلم في الخبره بتاعتنا، على الاقل ما يشككش فيا، ما يشككش في انجازاتي وبطولاتي، ما يشككش في ماضيه، ما يشككش في تاريخي. انا بتكلم في معلومات، بتكلم في ارقام، لا بهين رمز ولا بهين، وحاشا لله ان انا هين رمز. ازاي اتكلم على حسن شحاته واتكلم على ابراهيم يوسف واسماعيل يوسف وحماده امام وحنفي بصام واحمد رفعت ومحمود دابورجيله، واتكلم على ايمن عبد العزيز في الناس وعبد الواحد السيد ومحمد وحازم امام وكل المجموعه وخالد الغندور، كل المجموعه ديت ازاي اتكلم عنهم؟ ما اتكلمش عنهم، لكن من حقي ان انا اتكلم في ارقام، من حقي ان انا اتكلم في تاريخ بيتسطر وموجود وامانه احنا عارضينها. عشان كده بقول لك انا بقول معلومه. ايه اللي زعل الاهلي لما يعرف ان الاسماعيلي اول فرقه خدت افريقيا؟ ايه اللي زعل الاهلي؟ ايه اللي يضايق الاهلي؟ ايه اللي يخلي الاهلي متضايق؟ هي حقيقه الاسماعيلي اول فرقه مصريه خدت بطوله افريقيه. ايه اللي زعل الزمالك لما اقول ان المقاولين اول فرقه خدت بطوله افريقيه قبل الزمالك؟ ايه اللي زعل الزمالك؟ اللي زعل الزمالك لما اقول ان الاهلي في اخر 14 سنه واخد 34 بطوله مقابل 8 بطولات فقط للزمالك. اللي زعل الزمالك لما اقول ان الاهلي واخد في ال 14 سنه اللي فاتوا 11 بطوله افريقيه مقابل ولا بطوله للزمالك، اللي زعل في ده؟ دي ارقام بتتكلم عن نفسها، دي ارقام بتتكلم بتتحدث عن نفسها. انا بقول ان انا بحافظ على تاريخي. يا اخي انا مبسوط جدا ان انا بتكلم في اللي فات، مبسوط جدا. انت مضايقك في ايه؟ بتشكك في ايه؟ بتشكك في بطوله 18 سنه عايز توصل للناس ان الاهلي مش بطل القرن، وان الاهلي ما يستاهلش بطل القرن، وان الارقام ما كانتش في الاهلي، وبتتلاشى وبتتناسى ان في ارقام واحصائيه حصلت سنه 94، بل بتشكك في زمن الناس. بتشكك في زمن الناس، زمن من الاتحاد الافريقي وناس رحلت وماتت، بتشكك فيهم، بتشكك حتى في الناس اللي ماتت، بتشكك ان انا بطل القرن، بتقول بطولات بالتحكيم وبطولات ما اعرفش مين، هو انا حتى في العصر المعاصر او العصر الحديث، هو انا اللي مشيت وجيه احمد؟ هو احنا اللي مشينا رضا البلتاجي؟ هو احنا اللي خلينا احمد الشناوي يوصل للحاله اللي هو فيها في الوقت الحالي؟ يتكلم على ضربه الجزاء انها مش ضربه جزاء ويتلاشى بعض الحالات ما يجيبهاش اساسا؟ انا اللي وصلت لاحمد الشناوي او كابتن احمد الشناوي المحاضر الدولي الكبير انه يوصل للدرجه ديت من الامور التحليليه والتلاشى عن مواقف كتير وخصوصا للنادي الاهلي؟ انا اللي وصلت كابتن واحد بقيمه ومكانه وعظمه التحكيميه لجمال الغندور انه ما يكملش في لجنه التحكيم؟ أنا اللي خرجته من المنظومة وواحد من أساطرة التحكيم في أفريقيا مش في مصر بس إنه هيخرج بالشكل ده؟ الأهلي هو اللي خرجه؟ أنا اللي بقول على عصام عبد الفتاح وبعمل حاجات كتيرة جدا على عصام عبد الفتاح، ولو عصام عبد الفتاح مش موجود في اتحاد الكورة عمره ما كان هيبقى رئيس لجنة الحكام لمدة أكتر من أسبوعين أو ثلاثة؟ إحنا اللي بنعمل كده؟ إحنا اللي عملنا التعصب اللي أنت بتشير إليه، وإحنا اللي قلنا يعني احنا اللي بنقول من 10 12 سنه لما الاهلي بيواجه منافس افريقي ولا منافس على المستوى الافريقي افريقيا النجم الساحلي ولا الترجي التونسي ولا حاجه، انا اللي برفع اعلام الفرقه المنافسه وبحطها على الكافيهات وبحرق اعلام النادي الاهلي، انا اللي عملت كده، انا اللي عملت كاعلام ان انا ارجع اقول انتوا يا جماعه بتزعلوا ليه؟ ده ريال مدريد بيشجع الفرقه اللي بتقابل برشلونه، وبرشلونه بتشجع الفرقه اللي بتقابل ريال مدريد عشان ما يكسروش الارقام. ولما بتيجي تتكلم على كده يعني تقول لك عادي جدا، دي احترافيه، وانا لما اجي اقول لك ان انا ارقامي في افريقيا اعلى كتير جدا من ارقامك تتقمص. انا اللي بقول لك كده؟ انا بالعكس يا سيدي، ده احنا لما بتلعب انت على المستوى الافريقي، لما بتلعب على المستوى الافريقي
لا انا ما بعملش زيك، لا يمكن احرق العلم، بل بآزر وبساند وبشجع، لكن مش هنزل العب لك، صعب، مش هينفع. يعني اللوائح والقوانين ما تقولش كده، عشان كده بقول لك ما تخبطش في اساطيري، ما تخبطش في تاريخي، ما تخبطش في ارقامي، ما تخبطش في بطولاتي. خد الدوري لو قادر تاخده خده، الف مبروك. وفنيا هقول لو في صوره ان اي فرقه مش الزمالك بس ومش الاسماعيلي بس ومش المصري بس احسن من الاهلي فنيا في داخل على ارض الملعب، هنقول كده. حرام. وقلت لك ما يهمنيش مين ياخد الدوري السنه دي. هزعل طبعا لو الاهلي ما خدوش، هفرح لو الاهلي خده، لكن في النهايه اهي بطوله من ضمن البطولات. يعني قلت لك المقاولين ياخد الدوري، الاسماعيلي ياخد الدوري، الاتحاد ياخد الدوري، بيراميدز ياخد الدوري، سموحه ياخد الدوري، الزمالك ياخد الدوري، رغم ان ما عداش سبع سنين على احتفاظ الاهلي باللقب، ثلاث سنين بس عدوا، لكن ممكن مش قانون، الاسطوره بتقول ممكن يحصل حاجات زي كده. عشان كده بقول دايما ما تقولش حاجه وترجع تاني تقول عكسها، ولما نقول احنا اللي انت بتقوله تزعل وتتضايق. احنا على الساحه ده احنا عندنا قناه نادي. يا راجل ده انا بقالي من 31/7 هنا في قناه الاهلي ما قلتش خبر، والله ما قلت خبر عن الزمالك. لا قلت حمدي النجاز ده زعلان مش عايز ينزل الملعب، ولا قلت فرجاني ساسي كان مغضبان ومش عايز يرجع، ولا قلت طارق حامد كان امنيه حياته يروح بيراميدز، ولا قلت حازم امام ما اعرفش ايه، ولا قلت مصطفى فتحي يعني غضبان ان هو رجع من اساسي، ولا قلت يعني كهربا بيتخانق مع عزيزه، ولا قلت اي حاجه خالص، ولا قلت اي شيء خالص خاص بالزمالك، لا من قريب ولا من بعيد. ما بقولش خالص اي خبر في قناه النادي هنا عن الزمالك، لا بقول في مشاكل ماديه، ولا بقول في مشاكل لا قدر الله في المحاكم، ما بقولش خالص، مش بتاعتي يعني، مش هقولها. بس انا برجوك ان انا بحافظ على تراثي على قديمي. يا اخي مش هقول لك اللي عايشين، انا بقول لك الناس اللي ماتت. هقول لهم ايه يعني؟ هقابلهم بانهي وش؟ امانه شفناها من المواقف ومن الكلمات ومن الاساطير ومن رموزنا، هنقول لهم انتوا بتربطونا على حاجه ما حافظناش عليها؟ هنقول لهم لا انتوا كنتوا اجدع مننا وارجل مننا واحسن مننا؟ هنقول لهم ايه؟ هي مش خناقه زي ما انتوا وصفتوا، هي مش خناقه، هو تاريخ مش خناقه ابدا، لا هي خناقه ولا حاجه ابدا، هو تاريخ زي ما احنا بنتكلم وبنوصف. وبقول لك المستقبل ده بتاع ربنا، اللي قادر يعمل حاجه يعملها، واللي قادر ياخد بطوله ياخدها. ما عندناش غضاضه في ده، هنشتغل على اللي بعده. قعدنا سنين مثلا سنتين من 2000 ل 2004 ما خدناش دوري. من 2000 ل 2004 ما خدناش دوري، واشتغلنا على نفسنا، وبعد كده ربنا كرمنا ب 10 سنين متتاليه دوري. هي دي الكوره. ما زعلناش وما اتضايقناش وما غضبناش وما اتكلمناش وقلنا اللوب الاعلامي والاهرام والدوله ومش عارف ايه واي حاجه في اي حاجه، اي كلام اي حاجه تك 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 تك، يعني تخبيط 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 تخبيط. يعني ما اجي اقول لك انت عندك سبع فدادين، دي محصلتك مثلا، تزعل وتتقمص. ولما تيجي تقول لي مثلا ايه ده انت كل ارضك يا راجل مش شرعيه، المفروض ان انا اسكت واقول لك اه مفيش مشكله، صح انت عندك حق، هايل، ربنا يكرمك، يعني كويس ان انت لفتت انتباهي. يعني حكم المنطق، حكم العقل. احنا اللي يعني، هات واحد يا راجل، هات واحد من عندنا، وحياة ولادكم هات اي حد مسؤول عندنا، اي حد موجود او مش موجود، طلع هان لعيب بس في نادي الزمالك او في نادي الاسماعيلي او في نادي اي نادي المصري، الاتحاد، اي نادي يطلع يهين ويطلع يتكلم عن اسرته واخلاقه وصفاته، واحد عند مفيش. وما بقولش ان يعني ان ده يعني معايره لا سمح الله زي ما انتم بتاخدوها، انا بقول لك ارقام. لو انت صعبان عليك ان انا يعني اشرح تاريخي او استرسل في تاريخي لولادي يا سيدي اقول لهم كان سنه كذا حصل كذا، وسنه كذا حصل كذا، وسنه كذا حصل كذا، هو انا بقول معلومه غلط؟ يعني انا بقول خبر غلط متفبرك؟ ما بقولش متفبرك، بقول ارقام. الاهلي حصل على كذا، الترسانه حصل على كذا، الاهلي في اخر 14 سنه خد 34 بطوله، حرس الحدود خد بطولتين، انبي خد بطولتين، زمالك خد 8. ايه اللي يزعل في ده؟ زي ما قلت لك الاسماعيلي اول فرقه عربيه او اول اسف فرقه مصريه خدت بطوله افريقيا، المقاولين خد بطوله افريقيا قبل الزمالك، ايه المشكله؟ يعني ايه القضيه في ده؟ عشان كده بقول لكم كان مهم ان احنا نتكلم في الموضوع ده. لحام الحمى
ولا تعصب اعمى ولا جمهور بيرجع ولا جمهور بيروح ولا بنعمل تقارير من فرقه ولا بنقول ما اعرفش مين الاهلي ايه ولا بنحرق اعلام ولا بنجيب تقارير عادي جدا وبناخدها عادي جدا بصدر رحب وبتقول له يعني انتم مش مصدقين بعد اللوب اللي حصل الاعلامي والاهرام ومش عارف ايه زي ما حكيت لكم وقلت من شويه لما حد يقول كلمتين ثلاثه بس تزعلوا وتتقمصوا ليه كده تعال لي بقى كده قرب لي بالكاميرا كده يا سمير بقى عشان في اتنين كده عايز اتكلمهم كلمتين في ودنهم صغيرين كده على الاخر يعني. بص يا ريس. بص يا زميل يا فاضل. بص يا استاذ. لما تطالبني ان انا ما اجيبش سيره النادي بتاعك لما تطالبني ان انا ما اجيبش سيره النادي بتاعك وانا قلت لك على 15 يوم فاتوا هات خبر انا قلته. في نفس الجمله مش الخبر اللي بعده؟ اللي انت بتطالبني ان انا ما اجيبش سيره النادي بتاعك الخبر اللي بعده بتقول محمد يوسف الكل في الكل في الجهاز هو انت ودانك مش بتسمع اللي بيقوله بقك او اللي بيقوله لسانك ودانك ما بتسمعش اللي بيقوله لسانك ولا حد تاني هو اللي بيقول ما هو مش ممكن يكون منك اتنين انت وان بيس بس البشريه ما تشيلش اتنين ابدا ابدا البشرية لا يمكن تشيل اتنين بده ابدا الحاجة الاخيرة انا كل ما حد يبعت لي حاجة ليك والله العظيم ثلاثة بيجي لي امل كبير جدا ان كل حاجة رغم ضعف الامكانيات والقدرات ممكن تطلع على الاعلام وتكلم الناس ثانيا ايه موضوع الاخوان اللي انتوا داخلين فيها انت عارف اخواني يعني بيكره الشعب المصري مثلا او بيكره الجيش المصري انت عارف الجيش المصري يعني ايه عارف اي عربي مش مصري عربي بالنسبه له الجيش المصري ايه اي واحد عربي مش مصري الاصل عربي بالنسبه له الجيش المصري قد ايه او يمثل له ايه الجيش المصري انت دارسه اساسا يعني بتقرا تاريخ ليه يعني تسمع عن حد اسمه تحتمس الثالث ورمسيس الثاني وتسمع عن قطز والجيش المصري وتسمع عن عين جالوت وحطين تعرف تواريخهم؟ تعرف الجيش المصري عمل ايه ساعتها؟ تعرف حطين سنة كام اساسا لو بتقرا لو كنت بتقرا غير المواقع الرياضية؟ لو بتقرا حاجة غير المواقع الرياضية؟ تعرف معركة حطين دي 1183 كانت بينه ومين اساسا؟ ولا عين جالوت 1260 كانت بينه ومين ومين؟ 583 هجرية و558 هجرية المعركتين؟ تعرف محمد علي مسك مصر امتى ومين اللي بعده تعرف ابراهيم باشا قبل اسماعيل باشا او الخديوي اسماعيل او عباس الخديوي عباس ولا الخديوي يعني سعيد ولا تعرف مين ترتيبهم اساسا تعرف مين الرموز في القياده المصريه العسكريه تعرف مين بتتكلم يعني انت عايز تقول ايه عايز تقول ان انا ضد الجيش المصري مثلا عايز تاخون الدنيا كده عايز تقول ان انا اخواني بالشكل اللي انت يعني عشان تبعدني عن طريق مثلا وتفهم نفسك وتفهم الناس ان انا ضد جيشي بلدي يا سيدي انا ما بقولكش كمصري انا بقولك كعربي الجيش المصري هي البوابه الكبيره لكل العرب مش لمصر بس اتحداك لو قلت لي ورتبت لي محمد علي لحد دلوقتي حكام مصر او اتحداك لو قلت لي ورتبت لي من 1900 لحد دلوقتي حكام مصر او اتحداك لو قلت لي اخر 7-8 حروب للجيش المصري مثلا او اتحداك لو قلت لي الجيش المصري عمل ايه انت عايز تهرب ما هو الضعيف دايما كده لما تيجي تواجهه في ملعب ياخدك في حته تاني خالص حرامي مرتشي نصاب مش عارف ايه اخواني اي حته انا موافق على الطريقه اللي العبك بيها موافق بس خليها رياضيه خليها تنافسيه خليها كوره كلمني كورة اتكلم معايا كورة ما تتكلمش معايا حاجة تانية خالص فخلينا كورة وانت عارف كتير قوي ان الكورة صعبة عليك فما تاخدش في حتة تانية وانا اديتك شوية امثلة جاوبها تعالى للكابتن التاني بقى ده كابتن التاني تعالى لي بس يا سمير كده تعالى لي كابتن اللي بيتكلم على النجاح والفشل كابتن اللي بيتكلم على النجاح والفشل لو انت عندك او في دماغك او في اللي اتعلمته اللي يبقى عنده 26 بطوله 11 دوري و7 بطولات افريقيه وسوبر محلي وسوبر وعربي وبطولات عربيه وكاس مصر 26 بطوله ده يبقى فاشل
طب انا يا عم هعرف منك، اديني مفهوم النجاح، اديني مفهوم النجاح، تمام، اديني مفهوم النجاح. النجاح يا ابني، خلي الناس تفهمك اللي انا هقوله ده. النجاح ده في الحياه عند البني ادمين، النجاح في الحياه متعدد، في نجاح تعليمي، في نجاح مهني، في نجاح في الحياه عامه. يعني ممكن واحد في التعليم ما يبقاش موفق، لكن في حياته الخاصه والعمليه ناجح جدا، والعكس صحيح، واحد ناجح جدا 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 في الحياه العمليه ومش ناجح في الحياه التعليميه. انت بقى بتتكلم عن النجاح والفشل، انت بعد الاعداديه ايه النجاح اللي عملته على المستوى التعليمي؟ طب بذمتك، بذمتك، واحنا عارفين بعض كويس قوي قوي، بذمتك نجحت في الدور الاول في المرحله الابتدائيه كم مره؟ يعني في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي وسته ابتدائي اللي ممكن يكون لغوها عشانك، نجحت من الدور الاول كم مره؟ كم مره نجحت من الدور الاول؟ طب ده في التعليم، في الرياضه انجازاتك الكرويه ايه غير المربع الذهبي؟ يا راجل ده انت البطوله الوحيده اللي خدتها في الدوري لما كنت بتلعب عندنا. اي قناع زائف تضعه على وجهك، انت فاهم؟ احنا بنرد في الوقت اللي عايزين نرد، وبنشتغل في كل الاوقات. ومش هقول لكم لو عدتم عدنا، احنا مش فاضيين، بس الحاجه الوحيده اللي هنتاكد عليها ونتكلم فيها دايما هو تاريخنا. هو حد يقول لكم ان نادي الزمالك ده يعني فوق راسنا، من فوق من فوق من فوق من فوق، فوق راسنا، من فوق من فوق من فوق. هو حد يقول لكم ان احنا لا قدر الله بنشكك في انجازاته ولا بطولاته ولا تاريخه ولا ابدا ابدا ابدا. بس لما حد يجي يتكلم عندنا ما تزعلوش وما تتقمصوش، ما تتقمص، ما تتكلمش على التعصب. الله يخليك يا الله يخليك، ما تتكلمش على التعصب ده. انت من يوم ما طلعت على الشاشه يا راجل بتجيب سيره الاهلي اكتر ما بتجيب سيره عيالك. اتقي الله في الكلمات، خلي حد يسجل لك الحلقات بتاعتك. كم مره بتجيب سيره لعيبه ومن هنا ومن هنا ورمي بالكلام، من هنا في ضرب وهنا ومش عارف ايه وخناقات ومجلس اداره ايه ومحاكم ايه وغلطات اداريه ومحاسبيه وما اعرفش. احنا ما بنعملش كده. قناه نادي اهو، ما بنجيبش سيره حد، ما نتكلمش مع حد. كل اللي احنا عايزين نعمله نحافظ على تاريخنا، نحافظ على تاريخنا. لكن لو بنتكلم عن النجاح والفشل يا كابتن يا كبير، تمام، مش ممكن انجازك الكروي كله يتمثل في كروس عملته جه جون في الاهلي، وحتى لما كنت بتلعب في مباراه يعني كبيره جدا لما جبت جون كانت النتيجه 2-0 يعني مش عارف تقف من الفرحه، مع انها كانت بتبقى 2-1. للاسف الواحد في بعض الاوقات، في بعض الاوقات لازم يتكلم بالشكل ده، في بعض الاوقات مش في كل الاوقات. مش ممكن ابدا، مش ممكن هعيش بالسبعينات والثمانينات وكل الالسنه دي حواليك، مش ممكن، مش ممكن ابدا. احنا هنرد في الوقت اللي احنا عايزين نرد، وبالطريقه اللي اتعلمناها وتربينا عليها. وامانه لما نقابل وجه كريم وناس حملتنا امانه نعرف نرد ونقول لهم ايه، عملنا ايه. على الاقل اللي جاي بتاع ربنا بنشتغل عليه، لكن اللي فات لازم نحافظ عليه. عشان كده بقول للجميع اعمل بقى حلقات، اعمل مداخلات، اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي يديك، اللي يمليه عليه ضميرك، اعمل اللي انت عايزه. هنرد في الوقت اللي احنا عايزين نرد. الاهلي والترجي ومواجهه في منتهى الاهميه. نطلع فاصل ونرجع وشجع شجع الاهلي. هتكلم فيكم معاكم على التشكيله المتوقعه لفرقه الترجي وكيفيه مواجهه الترجي. الاهلي مع رادس على استاد او الاهلي مع الترجي على استاد رادس، استاد المعتاد اللي يلعب فيه النادي الاهلي مباريات كبيره جدا جدا وحقق فيه بطولات عظيمه جدا. لكن الهدف المره دي يمكن ما يبقاش زي كل مره، الهدف المره دي في دوري المجموعات، او المباراه المره دي في دوري المجموعات. معظم المباريات اللي قبل كده كانت يعني مباراه فاصله، محقق النتيجه او عايز تحقق النتيجه والهدف بتاعك باين وواضح، فما فيهوش كلام، ما فيهوش نقاش. لكن المره دي الاحتماليه واجده في كل حاجه. دي واحدة من المباريات المهمة قوي في تاريخ النادي الأهلي 2012. مهمة جدا جدا، الأهلي كان متعادل هنا 1-1 في مباراة
يعني كانت صعبه جدا في برج العرب، وسيد حمدي اللي قدامكم ده كان احرز هدف في الدقيقه 87 كان هدف التعادل، لكن انت رايح بهدف واحد بس، رايح بحاجه واحده بس، المكسب ثم المكسب ثم المكسب، ولا بديل على المكسب. ومن الثانيه الاولى للثانيه الاخيره انت المسيطر وانت المستحوذ وانت الاخطر وانت كل حاجه وانت المسجل. زي ما انا قلت لكم المره دي الوضع مختلف شويه. وضع مختلف ليه؟ الهدف برضه انت عايز تكسب وكل شيء، لكن لسه اكنه اشبه بالدوري، اشبه ببطوله الدوري، تجميع نقاط. لو كسبنا خلاص ضمننا بنسبه 1000000%. خلي بالكم كمان انا عايز اقول لكم ان بكره كامبالا سيتي هيلعب مع تاونشيب، فالنتيجه لو تفتكر لو تعادل يبقى خلاص، يبقى انت بتتكلم كده دلوقتي ان النادي الاهلي حتى لا قدر الله لو خسر يتعادل مع كامبالا سيتي او يكسب خلاص وصل، ما فيهاش كلام يعني. اوكي، فالاهداف متغيره، اللي انت عايزه متغير، يعني ممكن تلعب على المكسب ده الهدف اول، تلعب على تعادل مش بطال، تلعب لا قدر الله في خساره ولا حاجه، فانت بتلعب على المركز اللي بعد كده او الهدف اللي بعد كده. الترجي بتضغطه من البدايه، الترجي بتلعب عليه، بتلعب معاه زون ديفنس، الترجي بتلعب معاه من نص الملعب، كل دي اساليب لعب للمدير الفني على حسب المباراه او بيفرضها عليك الهدف من المباراه ايه. لكن الترجي اعتقد انه هيتعلم من درس السنه اللي فاتت كتير جدا. الترجي السنه اللي فاتت وهو بيلعبنا في دوري الدور الثمانيه، يعني كان المباراه الاولى برضو 2-2 والمباراه الثانيه هناك على استاد رادس ان لم تخني الذاكره كانت يوم 23/9/2017، كانت مباراه الاهلي مع الترجي التونسي، دي كانت 2012 خلاص، واحده من المباريات العظيمه جدا للنادي الاهلي، ويمكن من وجهه نظري الشخصيه هو افضل نهائي اتلعب في خارج الارض، افضل نهائي لعبه النادي الاهلي خارج الارض هي المباراه اللي قدامنا دي، كان فيها شغل فني وتكتيكي على اعلى مستوى، فيها دروس تدرس في عالم كره القدم، مش على المستوى العربي بس، على المستوى الافريقي بل الدولي كمان، من كل الاتجاهات، من كل المحاور، من كل طرق اللعب، كل حاجه تغير فيها اسلوب اللعب بشكل رهيب جدا جدا. حققنا اللي انت عايزه، يعني فضلت مسيطر ومستحوذ وكل حاجه زي ما قلت لك. الترجي مختلف، الترجي السنه دي مختلف شويه على فكره. يمكن السنه اللي فاتت كان اقوى، الترجي السنه اللي فاتت كان اقوى، كان عنده فرجاني ساسي اللي انتقل لنادي الزمالك، كانت عنده صفوفه الى حد كبير مكتمله على المستوى الدفاعي تحديدا، يعني يمكن حصل له بعض الاصابات، ايهاب المباركي اللي هو الباك رايت جاله رباط صليبي، لكن مش عايز اقول للاسف، يعني الحمد لله على السلامه، هو في الاخر يعني لعيب وربنا يديله يعني الصحه والعافيه دايما. هو رجع وممكن تبقى اولى مبارياته قدام الاهلي. ايهاب المباركي ده لو تتذكروه هو اللي عمل البنالتي مع شريف اكرامي السنه اللي فاتت، اللي كان البنالتي اللي كان هناك في رادس. ايهاب المباركي رجع، خليل شمامه كان بيلعب باك ليفت، كانوا بيلعبوه سيرد باك على اساس ان هي ما فيش السيرد باكات ما فيهاش، هم تعاقدوا مع واحد اسمه محمد علي اليعقوبي، ده راجل كان بيلعب برضه في الفتح الرباط المغربي ورجع وتعاقدوا معاه، ممكن يلعب سيرد باك ويطلع خليل شمامي هو اللي باك ليفت ويلعب شمس الزوادي او شمس الدين الزوادي سيرد باك تاني. وفي نص الملعب ما فيش كلام وما فيش فصال ان اللي هيلعب كومب هو اللاعب الكاميروني الممتاز جدا جدا جدا، لعيب رائع جدا جدا وكولوبالي، وممكن يلعب شعلالي او اللعيب اللي هو الراجل بيكمل وبيرجع اسمه شعلالي، جيلان شعلالي اسمه كده، وبرده مش عايز اقول برده للاسف، لكن يوسف البللي اللي هو اللعيب المحوري بالنسبه لهم والممتاز جدا بيلعب ناحيه الشمال، هيلعب ناحيه ممكن محمد هاني لان احمد فتحي اكيد هيلعب في نص الملعب، وانيس البدري بيلعب ناحيه اليمين ناحيه علي معلول، وقدامهم طه حسين او طه الخنيسي. دي التشكيله بتاعت الترجي، مش هتخرج عن اللي انا بقوله ده. هيلعب ب 4-3-3 وممكن في حاله الهجوم تبقى 4-2-3-1. عنده برضه هو كمان يعني خالد بن يحيى اللي هو المدير الفني عنده برضه كذا تصور بالنسبه له. دي التشكيله. على فكره يعني حارس المرمى قد يكون متغير المره دي. رامي الجريدي ده جابوه من نادي الصفاقسي، اللي يعني المعلومه صح ولا غلط، بس هم جايبينه السنه دي تقريبا من نادي الصفاقسي التونسي. معز الدين بالشريفيه كان واحد من الناس اللي هي بتلعب بشكل دائم جدا، لكن بعد البطوله الافريقيه وبعد جون علي معلول وجول اجاييه اعتقد ان هم بداوا يقلبوا عليه شويه. لكن هي مباراه فيها كل الاحتمالات ونتيجتها
تديك 100% لو كسبت ان انت خلاص صعدت 100%، وتديك كمان بنسبه 99% لو تعادلت على حسب نتيجه كامبالا سيتي مع تاونشيب، وتديك 95% او 90% حتى لا قدر الله لو خسرت، لان برضه على حسب مباراه كامبالا سيتي مع تاونشيب وحسب نتيجتك في الاخير مع كامبالا سيتي. فاذا الاحتمالات كلها وارده، الملعب تلعب على المركز الاول او الثاني في المجموعه. الهدف الاساسي هدف الصعود قرب بنسبه كبيره جدا جدا، يبقى الهدف اللي هو هدف الترتيب. عشان كده انا بقول مش محتاجه توتر ولا محتاجه عصبيه ولا محتاجه تنشنه، دي مش مباراه ختاميه ينفوز او لا نفوز، هنصعد ولا مش هنصعد، هنموت ولا هنعيش، يعني مش كده. هي مباراه من ضمن مباريات او فعاليات المجموعه، الصعود بتاع المجموعه وارد جدا، يا اول يا تاني، فمش محتاجه تنشنه ولا محتاجه عصبيه، محتاجه تلعبها باتزان، محتاجه تلعبها بعقل، تلعبها بقلب ودماغ، يعني حماس شديد جدا لكن عقل شديد جدا. الترجي اتعلم من الدروس اللي فاتت، وليه لا، وهو باقي له 4 مباريات متتاليه على استاد رادس بيخسر، 4 مباريات متتاليه او 3 مباريات متتاليه، اولها كانت في 2012 اللي هي 2-1 في المباراه اللي احنا شفناها من دلوقتي جده وليد سليمان، ثم جون انطوي في دوري المجموعات في الكونفدراليه، واخيرا مباراه السنه اللي فاتت. ففرقه بتلعب بحجم وقيمه الترجي 3 مباريات متتاليه على ارضها امام النادي الاهلي بتخسر، 3 مباريات متتاليه على استاد رادس بتخسر، فبالتالي يعني اللي اتلسع من الاهلي هينفخ اكيد في الزبادي، فوضع طبيعي جدا ان هو يلعب باتزان شديد قوي، بحذر شديد قوي، مش عايز يخسر، فطبيعي جدا طالما اتلسعت من الاهلي هتنفخ اكيد في الزبادي او هتنفخ على طول في استاد رادس، فوضع طبيعي جدا ان انت هتقابل الاهلي بمنتهى الهدوء، مش هتبقى مستعجل. فوز البنزرتي غير خالد بن يحيى، الاثنين مختلفين، مدرستين مختلفين. فوز البنزرتي دايما عايز يبقى هو له الاسبقيه وله الافضليه وله الاستحواذ وله الهجوم والضغط، بيلعب بره ارضه بيلعب جوه ارضه، وده اللي شفناه مع الوداد على فكره، كان عامل معاهم شغل رائع جدا الوداد المغربي، وهم فرقه كويسه السنه دي، ومع مازيمبي فرقه، مازيمبي من احسن الفرق اللي موجوده في افريقيا، من احسن الفرق اللي موجوده في افريقيا. فالمدرستين مختلفتين. فوز البنزرتي السنه اللي فاتت قدر ان هو يكسب الشوط الاول اللي كان في رادس، والشوط الثاني رغم ان التعادل كان يديله بطاقه التاهل، لكن لعب بالشخصيه بتاعته، عقله غلب عليه. فعشان كده بقول دايما لازم تكون واقعي مهما كان اسمك ومهما كان تاريخك، لكن لازم تنزل للواقعيه، تشتغل بالمنطق والعقل. نزل الشوط الثاني برضه ضاغط علينا من قدام خالص، بيقابل ضغط عالي جدا، السردباكات بتاعته عند نص الملعب، وعشان عشان تفتكروا كمان او دليل لكلامي، يعني الجولين جم من هجمات مرتده سريعه جدا، علي معلول كان يوم عمره. اتكلمت معاكم على مباراه الترجي واحداثها، هشوف رأي ضيوفنا طبعا كابتن ماهر همام وكابتن أسامة عرابي في الأحداث. الجمهور هناك ظريف جدا، لطيف جدا، محماسي جدا، كل حاجة ممكن تقولها، لكن في النهاية بيطلع يسقف لك لما بيشوفك في الشارع هناك في تونس، اسمك ومكانتك وقدراتك وفعالياتك اللي انت عملتها بيحترموك، بيدولك تعظيم سلام. هي الكرة كده، تعامل مع الترجي على المستوى الإداري ممتازين، من احسن الفرق اللي تعاملهم جدا على المستوى الفني، اللي قادر يكسب محدش يزعل، محدش يتضايق ابدا، انت احسن، انت افضل، اكسب. الصوره مش هنطلع ننفيها، مش هنطلع نتكلم عكسها، انت كويس هتقول كويس، احنا وحشين هنقول وحشين، مش صعب. كره مش لوغاريتم، هي لوغاريتم، مش هي كره كده، كره واضحه وبسيطه وسلسه، لكن كمان في ادوار في المباريات الكبيره زي كده، ادوار لعيبه كبيره، ادوار جهاز فني، ادوار لعيبه عندها خبرات، عندك احمد فتحي، عندك شريف اكرامي، عندك وليد سليمان، عندك محمد الشناوي، افضل حارس موجود في افريقيا في الوقت الحالي محمد الشناوي، عندك مين، حسام عاشور غيابه هياثر اكيد، لكن في النهايه اللي موجود يسد، عندك عمرو السولية، عندك وليد ازارو، عندك علي معلول، ما الخبرات مش شرط تكون مصريه، وعلي معلول ده واحد لعب مباراه شبيهه كتير جدا على مستوى تونس وعلى مستوى النادي الاهلي، فهي ادوار توزع، المهم
الهدف يتحقق. مطمن، مرتاح، ما عنديش اي نرفزه ولا تنشانه ولا عصبيه ولا حاجه خالص، لكن اتمنى كمان ان احساسي ده يتنقل للناس، الناس تبقى عارفاه، الناس تبقى حاساه، ما يبقاش فيه يعني مبالغه شويه في المنتظر. هي مباراه في الدوري، في دوري المجموعات، لا هي مباراه ختاميه ولا هي مباراه نهائيه ولا هي مباراه بيتحدد فيها هتصعد ولا مش هتصعد، كل ده لسه كتير قوي. عشان كده مش عايز يبقى الامر فيه تنشره كتير قوي، الناس تبقى مستنيه حاجه كبيره قوي 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 قوي، فمش وقتها يعني مش هو ده، او مش دي النقطه دي. يمكن في دور تاني، مثلا في دور الثمانيه، ممكن خروج المغلوب في وضع طبيعي اقول لك لا، ده بقى تشحن نفسك واسلحتك وامكانياتك وقدراتك وتشتغل هنا وتشتغل هنا والدنيا تبقى، مش معنى كده ان انت ما تشتغلش في مباراه الترجي يعني، او ما تشتغلش على الفوز يعني، لكن بفهم او بقول المفهوم من اللقاء. كريم احمد هناك من تونس يقول لنا الاخر الاجواء واخر الاخبار. كريم ازيك يا كريم؟ ليك يا كابتن سيد، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. معاك يا كابتن سيد، اتفضل. لا اتفضل انت خلاص بقى. يمكن طبعا يا كابتن سيد لو بكلمك سريعا على اجواء وكواليس مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي هنا في تونس، طبعا يمكن زي ما بنقول اجواء حماسيه، اجواء شديده التركيز هنا منذ طبعا انطلقنا من مطار القاهره حتى وصلنا هنا تونس. زي ما انت عارف طبعا يا كابتن سيد، وانت احد الخبرات الكبيره في السفر الى تونس، التجهيزات الكبيره اللي انت كنت تقوم بيها خلال الفتره الماضيه، انت عارف طبعا هنا في تونس الاجواء بتبقى رائعه جدا. الجمهور التونسي او الشعب التونسي بيحب الشعب المصري بشكل كبير جدا، وجمهور الترجي كمان لو بخصه بشكل هام جدا طبعا مع جمهور النادي الاهلي، لا ده ليه طابع كبير وليه تاثير كبير. الحب الكبير ده ان شاء الله يكون منعكس في الملعب، لكن يفصلنا المستطيل الاخضر النادي الاهلي ان شاء الله يكون مهيئ، يكون موفق ان شاء الله في هذه المباراه، ويكون التاهل باذن الله الى دور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا هنا من تونس. لو بكلمك سريعا على اجواء اليوم يا كابتن سيد، انتهى مران فريق النادي الاهلي الاول على الملعب الفرعي في رادس. المران الاول تم تحديده في الساعه 7 هنا بتوقيت تونس، 8 بتوقيت القاهره. حضور طبعا الكابتن محمود الخطيب كرئيس بعثه النادي الاهلي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ده يمكن زي ما بنقول وبناكد بيبقى ليه دافع كبير، ليه تاثير كبير، ليه مردود كبير جدا عند الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي. عندنا ثقه كبيره في اللاعبين في الجهاز، ان شاء الله هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي. التعادل هيفيدنا بشكل كبير زي ما انت عارف يا كابتن سيد، لكن النادي الاهلي اي مباراه بيدخل فيها سواء في البطوله العربيه، البطوله الافريقيه، بطوله الدوري العام، الهدف الاول والاساسي هو الحصد، وحصد الثلاث نقاط هامين يكونوا في مشوار النادي الاهلي. عايز اطمنك بشكل كبير جدا على عمرو السوليه. يمكن عمرو السوليه كان خلال الايام الماضيه الاخبار عمرو السوليه جاهز، عمرو السوليه هيلحق مباراه الترجي التونسي. انا باكد لك ان عمرو السوليه النهارده ظهر بشكل اكثر من رائع في التدريبات الجماعيه، تدريبات النهارده كان فيها بعض التدريبات البدنيه البسيطه، تدريبات الكره شارك فيها بشكل مميز جدا عمرو السوليه النهارده. مستر باتريس كان مركز على الكروسات العرضيات، يكون في كروسات بين الفراوده، ويمكن زي ما بقول لك التركيز الشديد اللي احنا متابعينه في معسكر فريق النادي الاهلي ان شاء الله ينعكس عليه بشكل كبير جدا. زي ما بقول لك يا كابتن سيد، غيابات كثيره مع النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي بمن حضر، النادي الاهلي بيفقد النهارده حسام عاشور ومؤمن زكريا وباسم علي وبكماني وصابر رحيل وايضا كمان جونيور اجايا للاصابه، لكن الكل متواجد، الكل مهيئ، الكل مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه. مستر باتريس، كابتن محمد يوسف، محاضرات مستمره بيحاولوا ان هم طبعا يحفزوا اللاعبين، اللعيب الكبار طبعا في النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، جلسات مستمره مع اللاعبين، لان ان شاء الله المباراه دي فاصله وهامه جدا. 6 نقاط كانوا هامين جدا خلال مشوار النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، لكن ان شاء الله بنتمنى يكونوا 9 نقاط وينصوا كمان ليه اول المجموعه بالفوز كمان على كامبالا سيتي. لكن زي ما بقول لك يا كابتن سيد، الاجواء هنا مطمئنه، الاجواء رائعه. عايزين نشيد طبعا بسفاره مصر هنا في تونس، السفير نبيل الحبشي طبعا هو مش متواجد، لكن ارسل طبعا طاقم السفاره كان متواجد، كل افراد السفاره في استقبالنا، الكابتن سمير عدلي طبعا المدير الاداري لفريق النادي الاهلي اللي بيقوم بشغل اكثر من رائع مع فريق النادي الاهلي هنا، الترتيبات الاداريه، ترتيبات الملاعب، الترتيبات الخاصه بفندق الاقامه، كل الامور هنا مهيئه ان شاء الله يا كابتن سيد عبد الحفيظ باذن الله ان النادي الاهلي يعود ب3 نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان يا كابتن سيد ان في خلال لحظات هيكون معانا المدير الفني مستر باتريس.
باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي في لقاء ان شاء الله معاه، هنساله في احاديث كثيره جدا عن التدريب، عن المباراه، عن الاستعدادات الخاصه بفريق النادي الاهلي، وايضا كمان لاعبي النادي الاهلي هيكون معانا عدد من لاعبي النادي الاهلي خلال لحظات، هنحاول برضو كمان ان احنا نتكلم معاهم نشوف مدى الاستعدادات، مدى كمان وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كرئيس بعثة ومردوده على اللاعبين والجهاز الفني. إن شاء الله في خلال لحظات يا كابتن سيد هيكون معانا هذه اللقاءات، لكن برجع لك كابتن سيد في الاستوديو لو فيها استفسار. أنا معاك يا كابتن سيد. ممتازة كريم، هايل. لو معاك كارترون طبعا بالتأكيد هيبقى حاجة هايلة جدا المدير الفني للنادي الأهلي. نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن ماهر همام كابتن اسامه عربي ونتكلم على فعاليات الدوري المقاولين ونجوم اف سي اللي نهى المقاولين بهدفين عن طريق احمد علي ومحمد سمير، وهنتكلم بالتاكيد كمان من خلال حديثنا مع الكباتن على مباراه الاهلي والترجي. الأساسي هو ما يخص المنتخب الوطني الأول، هو القرار نمرة واحد اعتماد التعاقد مع مستر خفير أجير المدير الفني المكسيكي اللي إن شاء الله بإذن الله منتظر يوصل خلال ساعات، والمدرب العام إن شاء الله أو المدرب باختيار المجلس كان الكابتن هاني رمزي، ثم مدرب حراس المرمى كان الكابتن أحمد داكي. جهاز الفني الإداري والطبي هيتم استكمالهم إن شاء الله بإذن الله المرحلة المقبلة. الفكرة ان هو الراجل ممكن يجيب معاونين، فزي ما حصل المرة فات في عقد كوبر، يعني في الاخر فيه لما بدأ يجي مدرب اضافي والناس اتكلمت فقلنا هو فيه هو من حقه انه يجيب مدرب ومش محدد الاسم، لكن هو الاختيار كان ان المدير الفني خفير جري وهو المسؤول عن المعاونين اللي اشتغلوا معاه، والاتحاد المصري عليه المدرب المصري ومدرب حراس المرمى، وده اللي اخترناه النهارده. كل حاجة بتنظر طبقا للوضع الحالي، طبقا للظروف اللي موجودة دلوقتي، فبالوضع اللي كان قدام مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة، فقرر المجلس اختيار الكابتن هاني في الوقت ده. هو شاف إن هو في المرحلة دي من وجهة نظر المجلس إن هو أنسب في الوقت ده في التعامل. نمرة اثنين فيما يخص موضوع عودة الجماهير، إن بيتم التنسيق، وأنت عارف إن الاتحاد حصل الاجتماع الأسبوع الماضي، والاجتماع ده حط الاتحاد المعايير اللي هو شايف ان هو من شأنها انها تسهل في اجراءات عودة ودخول الجماهير للملاعب، وطبعا سعدنا جدا بالقرار اللي صدر بالامس من مجلس الوزراء، منتظرين طبعا الجوابات التنفيذية اللي هتيجي من الجهات الامنية عشان التطبيق بقى الفوري للمسألة. الاهلي في كل مكان، اهلا بكم من جديد. معانا كباتننا كابتن ماهر همام. مساء الفل يا كابتن سيد. شفتكش بقالي بتاع 24 ساعه بصراحه، يعني كنت بايت 6 اكتوبر عشان قريب منك. ايه الطريق النهارده؟ صعبه جدا، حادثه في الطريق، التريلا وقع في الطريق بمحمله زلط، قلبت الدنيا بقالها يمكن ساعتين، يمكن في ساعتين ونص او 3 ساعات من مدينه نصر، لكن الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك يا سيد. كابتن اسامه مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سعيد، نورني. الله يخليك حبيبي يا كابتن اسامه، سعيد بوجود الكابتن حبيبي يا اسامه، وانت منور والله. ذكريات ذكريات كتير. ما عنديش ميس باص واحد ينفع كابتن ماهر. ميس ماهر يعني قال لك ما عنديش ميس باص واحد. لا تخيل تسليم يعني وتسلم 110 على 10. اول مره اعرفها كابتن اسامه طبعا من نقادنا الكبار، يعني اكتشفت ان انا ما عنديش ولا ميس باص في تاريخ جميع المباريات اللي لعبتها كانت دوليه او محليه. يا ما شاء الله. ويمكن كانت الباصات كلها معظمها بدماغي، ولا كره ما بداتش ولا بدماغي. يعني تخيل الغريبه باصات بدماغك.
يعني كانت انا اللي اعرف طبعا يمكن انا ما عشرتش حضرتك لكن كل الجيل اللي لعب مع كابتن ماهر كله يقول لك نموذج للمساك نموذج لا لا نموذج نموذج يعني بجد والله يعني مش هنتكلم عنه يعني لكن دي حقيقه يمكن الاجيال الصغيره ما شافتش يعني في بعض التسجيلات طبعا اكيد ممكن تيجي في بعض مباريات الاهلي القديمه اولا دماغه كانه بيلعب بايده يعني فعلا بيوجه الكره بدماغه في الكره العاليه في عز الزحمه يحطها لك مظبوط الرقابه 10 على 10 لانه كان زمان طبعا واحد بيمسك واحد ليبرو غالبا هو اللي كان بيمسك وكابتن مثلا مصطفى يونس او اي حد جنبه كابتن حسن حمدي او بعد كده بقى الاجيال بعد كده يبقى ليبرو لكن هو الرقابه انك تعدي منه دي كانت مشكله كبيره. الماتشات الافريقيه كلها اللي بره كنا يقول لك انتوا بس مالكوش دعوه يعني الناحيه الدفاعيه دي انتوا خلصوا بس قدام ومالكوش دعوه بالجزء اللي ورا. فكابتن ماهر فعلا نموذج للمساك اللي خدته اسامه دي حقيقه. لا والله سعيد بالكلام ده وسعيد طبعا انك انت لعبت معايا كمان اسامه لعب معايا فترات كتيره يعني تمام. كلنا سعداء ان حضرتك موجود معانا كابتن ماهر كمان والله حاجه تشرف جدا جدا على مستوى الحوار او التواجد حتى. كابتن ماهر يعني اختيار للمنتخب واتحاد الكره خلاص رسمي يمكن الجهاز تم اعلانه النهارده بشكل رسمي خلاص. اجيري هو المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر معاه مجموعه من المساعدين لكن كمان معاه كابتن هاني رمزي معاه كابتن احمد ناجي. ده الكلام اللي اتقال المهندس احمد مجاهد دلوقتي على التقرير كان بيتكلم على تقديمة الراجل وان هو امتى يرجع. ليك تعقيب على الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كابتن سعيد طبعا من خلال التقرير يمكن كان في تقرير قبل كده اللي يمكن رئيس الاتحاد الكابتن هاني بوريدا ان هم وجهوا شكر طبعا لمستر كوبر على الفتره اللي قضاها مع منتخب مصر ووصلنا طبعا لكاس افريقيا ثم وصلنا كاس العالم. لكن طبعا يمكن كانت الاخفاقات اللي حصلت كاس العالم هي يمكن اللي خلت اتحاد الكره ياخد قرار برحيل مستر كوبر عن توليد مهمة المنتخب القومي. يعني كان حصل مؤتمر طلع فيه هاني بوريدا اتأسف للجمهور المصري والكرة المصرية على اللي حصل على كأس العالم لكن هو قال إن المقصرين هنحاول على قد ما نقدر إن احنا نعاقب كل المقصرين في هذه الفترة من الناحية الإدارية اللي هي مع الأسف يمكن يا كابتن سيد أول مرة التنظيم الإداري لمنتخب مصر يعني هبل هيطة من الناس المحترمين الناس اللي أدوا المهمة بشكل جيد جدا لكن آخر 6 أشهر حصل نوع من التأثير الإداري أثر علينا بشكل كبير جدا وأثر حتى على مستر كوبر في الجانب الفني. أنت عارف إن التنظيم الإداري لما بتعمل يعني زي ما بيقولوا كده بلغة الكورة 10 على 10 بيساعد المدير الفني إن هو يقدر ينجح في نجاحاته في المهمة اللي هو جاي عشانها. لكن النهارده طبعا اجتماع مجلس إدارة يمكن أحمد مجاهد هو المتحدث باسم مجلس إدارة طلع وقال إن أجيري اللي هو المدرب البرتغالي هو على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر القادم ويمكن كان بيتكلم ان هو احتاج معاونين معاه ممكن يقدر يجيب معاونين معاه شكلهم لسه ما حسموش القصه دي لكن في احمد داجي موجود ويمكن كابتن هاني رمزي بنبارك لهم على طب بارك له على الهواء مبروك كابتن إيه؟ هاني مساء الفل تحياتي ليك وتحيات كابتن ماهر وكابتن اسامه عربي الف مبروك. الله يخليك كابتن سيد تحياتي لكابتن ماهر وكابتن اسامه ويا رب ان شاء الله يعني الواحد يكون المرحله الجايه مرحله ان شاء الله يكون فيها نجاحات للكرة المصرية بشكل عام ان شاء الله. طيب كابتن هاني يمكن مش عايز اقول المرحلة اللي فاتت كانت لا قدر الله مش ناجحة ولا حاجة كاس عالم ونهائي ابطال او الامم الافريقية اللي جاي الناس مستنية كتير جدا لما يكون في عقلية احترافية بشكل كبير جدا على المستوى المهني عارف كويس قوي الشغل المطلوب منه عارف كويس قوي المرحلة اللي فيها المنتخب عارف كويس قوي النجوم اللي معاه ايه اللي ممكن يقولوا ليهم ايه اللي ممكن النصايح ليهم في امال كبيره جدا وخصوصا على المدرب العام اللي هو المصري اللي ملم اكتر بالكره المصريه وعقليه ونفسيات ودوافع اللاعب المصري كابتن هاني عليك مسؤوليه كبيره جدا يا كابتن. طبعا مفيش شك طبعا يا كابتن زي ما بقول لك من كلامك ان طبعا المرحله اللي فاتت ما نقدرش نقول فيها اخفاقات يعني الوصول للنهائي بطوله افريقيا الوصول لكاس العالم ده في حد ذاته كان انجاز ولكن يعني كلنا عارفين ما كان يعيب الفتره اللي فاتت ان هو الاداء المنتخب خاصه في كاس العالم ما كانش على المستوى المطلوب اكيد المسؤوليه كبيره طبعا احنا اي
انجازات مش هنوصل للنقطه لنهائي كاس افريقيا او ما نوصلش كاس عالم، ده هيعتبر اخفاق، وبالتالي المسؤوليه كبيره. خلينا نقسم الموضوع ان الفتره الجايه فتره ضيقه جدا بالنسبه لمستر اجيري. في الفتره اللي جايه عندنا مباراه 9 خلاص ناقص عليها بعض اسابيع، فانا على يعني اول ما اسم ترشح في ان انا اكون متواجد في الجهاز الفني، يعني حضرت كده فايل صغير في اداء اللاعبين في كاس العالم حتى الاسبوعين او الثلاث كل المباريات اللي اتقدمت في الدوري، عملت زي احصائيه كده بقدمها للراجل ان شاء الله لما اقابله على اساس ان هو فترته صغيره جدا. انا في وجهه نظري المنتخب لازم يكون فيه شويه احلال وتجديد، ما فيش شك، لازم يخش عناصر شابه شويه في المنتخب المصري. عامل السن بدا يعلى شويه في بعض المراكز، في مراكز كنا بنعاني منها في المنتخب لازم تتحط بشكل كويس وندفع بولاد صغيرين على اساس ان هم ده الجيل، بتبص ل 22 هو ده الجيل اللي هيلعب كاس العالم 22. فكل دي الامور اعتقد انا هشرحها للراجل بكل امانه، وانا ليا لقاء معاه بكره ان شاء الله، وهنبدا على طول شغلنا من بكره يعني. طب بكره على طول يعني هتلحق تحضر بعض الحاجات ولا هتتكلموا في خطوط عريضه بس يا كابتن هاني؟ لا انا محضر اوريدي، انا بقول لك كابتن سيد من اول ما تم ترشيحي او اسمي اتعرض انا قلت برضو لو في نصيب. يا معلش انا هاخد بس هقطعك في الحته دي، انت عايز تقول لي ان انت اول ما حسيت ان ممكن يبقى الاسم موجود بدات تتحضر على طول؟ انا عملت فايل كامل بالنسبه للاداء التحليلي، كان في شركه انا بتعامل معاها شركه كورة ستاف، في كنت بشتغل معها في متشكرين جدا يا كابتن هاني والله. نعم متشكرين جدا. اسم على طول كده. لا معلش انا اسف. شكرنا يا كابتن، اتفضل. تحليل اداء للاعبين، عملت فايل كده للاعبين وعملت خلال كل المباريات الدوري، وعارف الراجل طبعا وقت صغير كان ان شاء الله كل تقرير هيتقدم له على اساس اعرفه بسرعه جدا على اللاعب المصري والاسبوعين اللي فاتوا في الدوري المصري فين ابرز اللاعب اللي ظهر فيها، عشان يبدا يعني ما يبداش في الصفر، يبقى فيه قدامه حاجه يقدر يبص عليها يعني. على العموم انا بثق فيك جدا على المستوى الشخصي، وعارف كويس قوي ان انت شخص الى حد كبير جدا مهني جدا، الاحترافيه عليك غالبه في كل الاوقات، كل التوفيق ليك، وبحملك برضو مسؤوليه كبيره جدا. وسيبك من الكلام بقى ويقول لك اعلانات فتة واعلانات معرفش مين وبيسمع كلام ايه وما بيسمعش كلام ايه، لكن انت ممكن تقول له طبيعه الشعب المصري كمان يا كابتن هاني، ده مهم جدا. لا طبعا احنا عارفين طبعا زي ما انت بتقول يا كابتن، الواحد يشتغل يعني بمنظور احترافي شويه بعيد عن الالوان وبعيد عن الانتماءات بشكل كبير جدا، لكن زي ما بقول لك مرحله جايه اكيد مرحله صعبه هيكون فيها شكل مختلف ان شاء الله للمنتخب، في عناصر صغيره لازم تشارك، متوسط الاعمار لازم ينزل شويه، كل الامور دي ان شاء الله هتكلم فيها مع الراجل بالنسبه للمرحله الجايه ان شاء الله. كل التوفيق يا كابتن هاني، عندي ثقه في حضرتك مره ثانيه، ومتاكد ان شاء الله الرحمن بالنجاح باذن الله يكون حليفكم باذن الله. شكر جدا يا ابو كباتن، شكر جدا يا ابو كباتن، اتفضل كمل يا كابتن. فعايز اقول لك ان طبعا احمد مجاهد اعلانه للمدير الفني ثم الجهاز المعاون الكابتن احمد ناجي اللي هو كان موجود معاهم الفتره السابقه، وبعدين الكابتن هاني رمزي، ومداخله الكابتن هاني رمزي وضحت لنا ان في تركيز واضح قوي كابتن سيد كابتن اسامه خلال الفتره الجايه، ان احنا هنحاول نستفاد من الاخطاء اللي وقعنا فيها في مرحله كاس العالم الاخيره اللي هي كان فيها واضح قوي ان كان فيها اهمال من التنظيم الاداري، وانعكس بشكل كبير جدا على اداء كوبر في الجانب الفني. فواضح ان هاني مستعد لهذه الفتره، بحيي هاني طبعا خلال المداخله، ان واضح ان هاني كبساد محضر بشكل كبير جدا. بقول لك اشتغلت يعني اول ما بدا يبقى في تخمين بالظبط، ودي حاجه كويسه بتحسب طبعا، ان هاني من الناس فعلا المبشره اذا كان لعيب دولي محترف من ضمن اللعيبه اللي احترفوا اوائل نجوم مصر اللي احترفوا في الدوري الالماني، وفي نفس الوقت كمان يمكن هاني متسلح تسليح جيد جدا من ناحيه الدراسات ومن ناحيه التحليلات اللي بيتكلم عليها بهذا الشكل، اكيد طبعا هتوصل هاني وهتساعد الراجل بسرعه، لان فعلا فتره قريبه جدا يا كابتن سيد محتاجه دعم بسرعه وتركيز زي ما هاني كده بيتكلم، عشان الراجل يتحط بسرعه ويقدر يتعرف على عقليه اللاعب المصري وشكله وادائه من الناحيه البدنيه، من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه الفنيه، فدي حاجات تبشر ان شاء الله باذن الله ان المنتخب قادم، وان هاني مع جهاز المعاون يقدروا يعملوا حاجه كويسه مع الراجل كده. تعقيبك يا كابتن اسامه. يعني طبعا بالتوفيق للمنتخب، بالتوفيق لهاني رمزي واحمد ناجي، بالتوفيق ليهم كمصريين معاونين للجري. طبعا
هو بس كان حصل لغط شويه في الاسابيع اللي فاتت حوالين المدرب اللي هو المدير الفني اجيري. حتى بنسمع ان بعض اعضاء مجلس اداره الاتحاد مش موافقين عليه وبقت موجوده كتير قوي على السوشيال ميديا وفي الصحف يعني في مشاكل كتيره، فدي عايزين نخلص منها لانه مش ممكن نبتدي المشوار باختلاف ومشاكل. واذا كان الكلام اللي اتقال على المستر اجيري انه كان في مشكله او كده، فكان من البدايه طب ليه نتعاقد معاه وبعدين نقول ان في مشكله او كده. فيعني اتمنى الموضوع ده يتحسن بسرعه. نتائج لان المرحله الجايه طبعا مرحله الشغل مهمه، لان في بدايه شهر 9 في معسكر وماتشات، فنتمنى لهم التوفيق ونتمنى ان شاء الله زي ما وصلنا كاس عالم وزي ما وصلنا نهائي امم افريقيا نكون في المستوى ده وما نكونش بالمستوى اللي كنا فيه في كاس العالم، لانه المستوى اللي ادينا بيه في كاس العالم بامانه كان اقل من طموح الشعب المصري. فنتمنى الفتره الجايه نتدارك الاخطاء اللي وقعنا فيها سواء كانت اداريه او فنيه، ونتمنى التوفيق للجهاز ولمجلس اداره الاتحاد كله يعني. طيب بضم صوتكم طبعا بالتاكيد وكل التوفيق لمنتخب مصر ايا كان المدير الفني والمساعدين كابتن هاني كابتن ناجي كل الطاقم المصري وحتى الراجل الاجنبي، كل التوفيق ليه ان شاء الله الرحمن. يبقى الهدف محدد بالنسبه لك واحنا وراكم يعني دايما يعني تختلف تتفق مع سياسه اتحاد الكوره مع قرارات مع تصريحات، لكن في النهايه المصلحه واحده كابتن ناهي، المصلحه واحده كابتن اسامه، حققها الكل وراك على طول. وانا بقول ان حتى كوبر نفسه ما فشلش يا جماعه، كوبر كان عنده تحفظ في طريقه اداءه وطريقه او اسلوبه في اللعب، لكن على مستوى الارقام يعني مشي بشكل كويس. الراجل وصلك كاس عالم ووصلك نهائي افريقيا. نخش في الدوري يلا كابتن. النهارده في مباراه واحده كابتن اسامه كابتن ماهر، اتفضل يا كابتن. نجوم اف سي مع المقاولين العرب، عايز اقول لك ان اول هدفين يخش نجوم اف سي النهارده يعني ما كسبش ولا ماتش، لكن تعادل مع طلاع الجيش 0-0، تعادل مع سموحه 0-0، النهارده بيخسر من المقاولين العرب بهدفين لا احمد علي ومحمد سمير. هو طبعا الفرقتين النهارده كان يهمهم المكسب يا كابتن سيد عشان تبدا الثقه تعود مره ثانيه، اذا كانت المقاولين او اف سي مصر اللي هو بالنسبه له بيعتبر ما كسبش ولا مباراه والوافد بقى من الدوري الممتاز به، فكان يهمه. هو بيأدي عروض جيده، لكن مع الاسف يعني طريق المكسب يا كابتن سيد محتاج شروط ومحتاج واجبات ومحتاج خبرات. التركيبه والاستراتيجيه اللي مبني عليها الفريق ده محمد الطويل رئيس النادي واضح قوي ان هو يهمه جدا التسويق ويهمه البيزنس ويهمه ان هو من ضمن اهدافه وجوده في الدوري الممتاز ان هو عايز يعمل طفره احترافيه لفرقه، يعمل طفره احترافيه في بيع او اعاره معظم اللاعبين اللي موجودين، وهو اختار كمان لعيبه صغار السن. يعني الجميل في تركيبه الفرقه النهارده كابتن سيد هتلاقي معظمهم صغيرين في السن ما عندهمش خبرات بشكل كبير جدا، يمكن باستثناء بعض اللعيبه يمكن اللي شاركوا في الدوري الممتاز. يعني احنا لو شفنا كده هنلاقي ان عندهم احمد سعد يمكن من ضمن الحراس اللي عندها خبرات، ويمكن احنا اتكلمنا ان احمد سعد عدى يمكن ال 37 38 سنه، فهو لعيب عنده خبره بشكل كبير جدا. يمكن محمود فتح الله بردك، محمود فتح الله من اللعيبه اللي عندها الخبرات استمرت في كذا محطه من ضمن المحطات اللي موجوده في الدوري، فكان بردك عنصر من ضمن عناصر الخبره اللي اضافت في محمود عبد الحكيم، صلاح امين، يعني من اللعيبه اللي شفناهم في الدوري الممتاز في في في, في اكثر من محطه. مع الدعم بقى اللي هو قال عليه او اللي هم بيحاولوا ان هم يضيفوه، بعض الناشئين اللي اول مره يمكن بنتفرج عليهم او اول مره بنعرف اسمائهم من خلال الدوري الممتاز. لكن خبره المقاولين العرب والاستراتيجيه اللي المقاولين العرب بداها كابتن سيد من العام الماضي ان عوده اخذ مرحله، وبعدين كان في التفكير ان محتاجين علاء نبيل ببعض الناشئين المميزين يضافوا لبعض العناصر اللي موجوده وعندها خبره من خلال لعيبه محمد سمير واحمد علي بالظبط. مجموعه اللي موجوده
يقدروا يشيلوا الولاد اللي موجودين الصغار المميزين اللي فعلا لفتوا الانظار خلال 4 أسابيع أو 5 أسابيع العام الماضي في الدوري الممتاز، وكانت اضافه جيده جدا اتبنى الفريق من خلال علاء نبيل الاستراتيجيه من بدايه الموسم، فتره اعداد ثم المباراه الحبيه. النهارده بيكسب مباراه يستحقها علاء نبيل ورجالته بثلاث نقاط تفرق مع المقاولين حتى في مكانته في الجدول، وصل للمركز السابع، وانا شايف ده مركز برضك مطمئن للمقاولين العرب خلال هذا الموسم. طيب كابتن اسامه، يعني التاريخ انت بتقراه مش عشان بس تضيع وقت، التاريخ بتقراه عشان تعرف بكره ممكن يبقى فيه ايه، لان الامور كلها متشابهه، يعني الامور كلها اللي بتحصل امبارح هتحصل بكره، بس الاسماء والارض هي اللي بتختلف. ما تعلمش نجوم المستقبل من النصر مثلا، او نجوم اف سي من النصر، عدم التدعيم وعدم ضخ ناس تقدر تشارك وتجاري المدرب الممتاز. ما هو دي حسب بقى الاستراتيجيه اللي حاططها مستر محمد الطويله اللي هو رئيس النادي. الطبيعي انك لما بتصعد دوري ممتاز، الدوري الممتاز مختلف عن الممتاز به، وانا اشتغلت في الممتاز حاربت مش اشتغلت حاربت مع اسوان والنصر التعدين. لا ده في ده في الدوري، ده في الدوري الممتاز، لكن انا بتكلم على الدوري الممتاز بقى. انا اشتغلت كتير جدا، يعني اشتغلت في بلديه المحله وفي القناه مين اصعب الانوار الاصعب تحت يا هقول لك الاصعب تحت ليه. الاصعب تحت لانك انت ال 16 فرقه بيبقى في عدد كبير منهم بيامل انه يصعد للدوري الممتاز، لكن فوق ترتيب الفرق كل واحد ليه هدف مختلف تماما. يعني الاهلي والزمالك بيلعبوا على الدوري الممتاز، هنلاقي مثلا الفرق اللي بعديهم اللي هو الاسماعيلي والمصري وانبي وسموحه بيلعبوا على المربع الذهبي او لو يخطف كاس مثلا، لكن مش الدوري. في فرق بتبقى صاعده غالبا تفكيرها بيبقى انها تستقر في المسابقه. الفرق اللي في الوسط اللي هي بتلعب في العاشر والثامن والتاسع تملي طموحاتها في المنطقه دي، يعني في فرق كتيره. فانت الهدف بيبقى يعني ابسط الى حد ما، الا بقى لو حد جاله يعني طموح انه عايز حاجه بقى اكتر من امكانياته. لكن في الدوري الممتاز الفرق اللي انت بتمسكها غالبا اللي انا مسكتها بيبقى حتى لو امكانياته اقل بيبقى عايزك انت تنافس على الصعود، فهي دي بس الصعوبه فيها. ثانيا مفيش شك في لعيبه ممتازه في الممتاز به، ولكن النواحي الخططيه ما بتبقاش سهله زي الدوري الممتاز اللي هو الدوري الممتاز الف، لان الممتاز الف الشغل الخططي بيبقى اوضح، قرايتك للفرق بتبقى اوضح بكتير، لكن طبعا برضو في الممتاز به في الكلام ده، لكن الصعوبه بتبقى اكتر شويه في انا حسب تجربتي هنا وهنا يعني. اوكي طب استاذنك بس تاخد التليفون ده معانا على التليفون. كابتن محمد سمير لاعب نادي المقاولين العرب، مبروك ومبروك مرتين، مبروك الفوز ومبروك الهدف. اهلا بك يا كابتن سيد، ازي حضرتك طبعا، وبسلم طبعا على الكابتن اسامه والكابتن ماهر. مبروك يا سمير الله يخليك. مش عارف اكلمك انا السنه اللي فاتت بقى، كنا لما نيجي نلاعبكم نقعد نقول خلي بالكم الكرات الثابته والكرات الثابته محمد سمير، يعني على سن على كبر كده بقى يعملها نموذجيه. نبج صدقت بقى خدت فرصتي خلاص. الحمد لله يا كابتن والله كله توفيق ربنا طبعا. لا الجولين السنه اللي فاتت انا فاكر واحد فيهم في الاسيوطي، الثاني مش فاكر كان في مين. واحد لا ثلاثه هم، واحد اسيوطي وواحد انتاج حربي وواحد اسماعيلي. تمام، يعني نموذج ميسي، يعني تحس ان انت بتتفرج على حاجه غير عالميه. بحييك النهارده كمان، بحييك على المتابعه، يعني هي كره ثابته صحيح لكن المتابعه مش بتلعب بدماغك بس، فهايل جدا ومبروك مره ثانيه يا محمد. الله يبارك فيك يا كابتن، الحمد لله رب العالمين، وفوز مهم وفي توقيت مهم، فالحمد لله طبعا، الحمد لله رب العالمين، ربنا يكملها على خير يا رب. طيب السنه اللي فاتت كانت البدايه ما فيش اروع من كده بالنسبه للمقاولين العرب، امتدت البدايه دي تقريبا لحد الاسبوع العاشر او ال11 ان لم تخن الذاكره يعني. السنه دي الدور الاول الدور الاول مظبوط كده. السنه دي يمكن البدايه مع الاتحاد تعادل ثم هزيمه من مصر المقصه، والنهارده يعني اول فوز للمقاولين العرب. في اختلاف ما بين البدايتين بالنسبه لك، ولا الامر انت عندك راحه نفسيه بالنسبه لك يا محمد؟ لا في اختلاف طبعا، يمكن احنا السنه دي الموضوع مختلف يا كابتن طبعا عن اي سنه. انا قلت كده في كذا انترفيو قبل كده ان احنا السنه دي في احلام وتجديد كبير في الفرقه. السنين اللي فاتت كانت الفرقه يعني الى حد ما مستقره، وكان الجهاز الفني مستقر، وكان معانا الكابتن عوده بقاله سنتين ونص شغال مع الفرقه، فقدرت اللعيبه تحفظ شغله، وكان في لعيبه خبرات كبيره ولعيبه اسماء كبيره ولعيبه عندها خبرات دوري ممتاز. السنه دي الموضوع مختلف تماما، عندنا جهاز فني جديد، عندنا لعيبه صغيره كتيره،
زي ما بقول لحضرتك في احلال وتجديد كتير في عناصر الخبره اللي موجوده في الفرقه، يعني كذا يكون يتعدوا قليلين جدا. السياسه السنه دي مختلفه في النادي، مجلس الاداره ومع الجهاز الفني عايزين يلعبوا اكثر لعيبه شباب، شايفين ان اللعيبه الشباب اللي موجوده في النادي لعيبه كويسه. حضرتك سامعني يا كابتن؟ سامعك. لا اتفضل. شايفين ان هم لعيبه كويسه وهم تفكيرهم وتركيزهم ان هم يدوا فرصه للعيبه الشباب اللي موجوده في النادي ويقدروا يفكروا فيهم بعد السنين اللي جايه. فاحنا كلنا طبعا تركيزنا في النادي ان شاء الله نعمل موسم كويس باذن الله. الجهاز الفني اللي معانا جهاز محترم، اللعيبه الصغيره واللعيبه الجديده اللي جايه كلها من الدرجه الثانيه هم لعيبه كويسين، محتاجين بس شويه خبره ومحتاجين مكسب، لان المكسب انت عارف بيدي كده يا كابتن. طبعا احنا كخبرات في الفرقه بنقدر ننقل اللعيبه وبنقدر نتكلم معاهم سواء في معسكرات او في تمرين، الكام واحد الكبار اللي موجود في الفرقه بيقدر ينقل خبرات للعيبه. وبنتمنى ان احنا ان شاء الله نعمل موسم كويس السنه دي، يعني نحط نفسنا في مركز كويس ونبدا من السنه الجايه ان شاء الله نتكلم بقى في النادي المقاولين ان شاء الله يبقى في حته ثانيه باذن الله. باذن الله. مفتقد رامي عادل؟ مفتقده؟ اه مفتقده قوي بصراحه. انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن يمكن معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، انا لعبت مع رامي في كل الانديه، يعني لعبت مع رامي في الاهلي، لعبت مع رامي في سموحه، لعبت مع رامي في الاتحاد، لعبت مع رامي في المقاولين، دول الاربع انديه اللي انا لعبت فيهم. يعني انت هتبطل السنه الجايه يعني؟ اه هو بالتوفيق يا محمد، انت شخص جميل جدا وتستاهل كل خير، ويعني عندك ثقه في اللي جاي باذن الله، خلي عندك ثقه في اللي جاي، وانت واحد من الناس المتميزين جدا جدا في كل الانديه اللي انت لعبت فيها. في دقيقه كابتن اسامه، في دقيقه كابتن ماهر عشان ننقل على الاهلي والتراجل، عشان هكملك كتير قوي. بس هكملك دي سريعا. فهي الهدف اللي هو الاستاذ محمد طويل عايزه، يعني كان الدكتور عمرو عبد الحق السنه اللي فاتت مع الكابتن سيد عيد المدير الفني للنصر واضحين، وقال لك احنا مش فارق معانا نقعد في الدوري او لا، ده كان هدف، وكان هدف كان هدف انه يبيعوا لعيبه، وفعلا باعوا اكتر من لاعب وشايفينهم في الدوري الممتاز، على راسهم طبعا اسلام عيسى اللي راح المصري ب 10 مليون جنيه. ف وعمار استاذ محمد بقى اللي راح الاهلي اخيرا، وعمار حمدي في النادي الاهلي ممتاز. هل بقى استاذ محمد الطويله هو مراهن على الفريق ده انه يقدر يصمد انه يستمر في الدوري الممتاز مع الفكره الثانيه اللي هي بتاعته اللي هي معروفه ان هو عايز يسوق استثماري وعايز يسوق لعيبه؟ فانا اشك، ما هي الجزء الاولاني ان هو يقعد في الدوري، العمليه صعبه جدا، صعبه ممكن جدا ممكن يقعد، ما حدش يقدر يجزم من دلوقتي، والدلع كده هم تعادلوا في اول ماتشين، بس اللعيبه اللي موجوده مع احترامي الكامل ليهم لعيبه جيدين وكل حاجه، بس خبرات الدوري الممتاز محتاجه تدعيم في بعض المراكز عشان يقدر يواصل مع الفرق اللي عندها خبرات اكتر. ده دي وجهه نظري، لكن هو ممكن يكون شايف الوضع من وجهه نظره وادرى بفرقته، فربنا يوفقه. ماتش كده في دقيقه. المقاولين طبعا زي ما كابتن ماهر قال خبرته كانت اعلى واضحه جدا، وهو الاقرب في طوال ال 90 دقيقه، رغم ان الخطوره في يمكن ما كانتش كبيره قوي، لكن في فترات المقاولين تحس ان هو اللي مسيطر وهو الاقرب، يعني حتى لما جه الجول الاولاني ما كانش فيه هجوم واضح، فيه خطوره من فرقه النجوم المستقبل باستثناء يمكن بدايه الشوط الثاني، وقدروا يجيبوا هدفين حلوين جدا، واحده طاير شاطها وردت لاحمد علي جابها، وثم المتابعه بتاعت سمير. فالمقاولين الصراحه مبروك للكابتن علاء نبيل، ويستحقوا المكسب النهارده. عايز تضيف حاجه كابتن ماهر؟ لا، عايز اقول ان نجوم المستقبل صعب جدا يمشي في الشقين، ان هو يحارب في الدوري الممتاز وان هو يبقى في تسويق بالنسبه للعبته، صعب جدا انك انت تقدر الاستراتيجيه ما تتحملش الجزئيتين دول، تحمل واحده بس. وانا شايف الاقرب لان هو طموح واستراتيجيته بدأ من الموسم ان هو بيعمل تركيبه من الاولاد الصغيرين للعرض للخارج او البيع او الاعاره، فواضح قوي ان هو يعني اتمنى ان هم يمشوا في الشقين يا كابتن سيد، تفرق معاهم بشكل كبير، بس هيبقى فيها صعوبه على المستقبل من البدايه. الدوري الممتاز حاجه والدوري اللي تحت حاجه، رغم ان الدوري اللي تحت ممكن يبقى اصعب، الدور الممتاز مساحات احسن في عقليه مزبوط. مختلفه وكل حاجه، لكن في النهايه بتصطدم بقدرات، بتصطدم بامكانيات وكفاءات، ما فيهاش هزار، يعني 1+1=2، 5 × 6=30، تحب اخليهم لك الباقي؟ ممكن. طيب، من الدوري المصري لبطوله افريقيا، الاهلي والمواجهه الافريقيه مع الترجي التونسي، نطير سريعا لكريم احمد نشوف معاه مين من اللعيبه وقالوا ايه عن اللقاء، ونرجع لكم من جديد.
تدريب منتهي منذ لحظات، مشاركه جماعيه لفريق النادي الاهلي، يعني نقدر نقول ان احنا لامسينه وشايفينه، التركيز هي سمه معسكر فريق النادي الاهلي. بينضم لي سريعا كابتن سيد طبعا عقب انتهاء المران الكابتن الكبير طبعا كابتن ايمن اشرف، واحد من نجوم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي. مباراه مهمه طبعا يا كابتن ايمن، لكن في البدايه كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا في الاستوديو التحليلي، حابب تقول له ايه كابتن سيد طبعا، يمكن من مدير الكره الى مقدم طبعا لملعب الاهلي طبعا في قناه النادي الاهلي، حابب تقول له في البدايه كابتن ايمن؟ طبعا برحب بيه طبعا، وكابتن سيد طبعا اخ كبير لينا و بنحترمه طبعا، في اي كان في اي مكان كان معنا مدير كوره ودلوقتي مقدم برنامج، طبعا بنحترمه واخ كبير لينا ودايما على تواصل يعني، وبنتمنى له التوفيق دايما ان شاء الله. المباراه واهميتها بتشوفها ازاي النهارده للتدريب؟ عندنا بعض العناصر يمكن غايبه، لكن زي ما بنقول الاهلي بمن حضر، كيف ترى المباراه؟ رادس زي ما قلنا قبل كده لينا ذكريات جميله جدا هنا في تونس، كيف ترى المباراه كابتن ايمن؟ والله طبعا دايما مباراة الاهلي والترجي بتبقى مباراة صعبة في مصر وفي تونس، لكن طبعا احنا عندنا هدف واحنا لسه ما صعدناش، عندنا هدف واحد ان احنا نصعد، وان شاء الله نصعد اول، ده الهدف بتاعنا، وان شاء الله نقدر نعمل كده هنا، وكل تفكيرنا كل لاعب الجهاز الفني واللعيبه تفكيرنا ان احنا جايين ناخد الثلاثه بونت من هنا ان شاء الله، ونقدر نعمل كده ان شاء الله. سؤال من شقين، لو بتكلم على تعليمات الجهاز الفني مستر باتريك، كابتن محمد يوسف بيتكلم معاكم ازاي وانتم ازاي مركزين كلعيبه، وكمان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره حضوره كرئيس بعثه، ده ليه دافع وليه يمكن اصرار كبير وهينعكس عليكم بشكل كبير جدا يا كابتن ايمن؟ طبعا يعني كابتن خطيب بيدينا دفعه معنويه كبيره، التواجد بتاعه معانا دايما بيدينا دفعه معنويه، كلامه طبعا فيه خبرات كبيره على مدار السنين اللي فاتت كلاعب وكمسؤول، فطبعا ده بالنسبه لنا بيدينا حافز كبير في الملعب. طبعا الجهاز الفني طبعا بيبذل مجهود كبير، احنا كلاعيبه طبعا ان شاء الله نبذل مجهود وان شاء الله عشان نفرح جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي كنت هكلمك عليه ان شاء الله، يمكن جمهور النادي الاهلي منتظر بطاقه تاهل دور الثمانيه تكون من تونس، لكن لو بتكلم عن المباراتين الماضيتين ست نقاط كانوا هامين جدا للنادي الاهلي والمسانده الكبيره لجمهور النادي الاهلي، بتقول لجمهور النادي الاهلي قبل المباراه دي يا كابتن؟ طبعا احنا دايما يعني عارفين ان دايما جمهور النادي الاهلي بيساندنا وواقف ورانا، واحنا دايما كل هدفنا ان احنا نفرح جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي في مش مصر بس في الوطن العربي كله، فدايما عايزين نفرحه، وجماهير الاهلي زي ما انت عارف يعني جماهير كبيره وكتيره، فطبعا على قد ما بنقدر بنحاول ان شاء الله نفرحهم يعني. شكرا، الله يكرمك. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن ايمن اشرف احد نجوم فريق النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني على هذه التصريحات. زي ما بنقول مباراه غايه في الاهميه، غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، لكن زي ما تابعنا في التدريبات التركيز الشديد هي سمه معسكر فريق النادي الاهلي، وزي ما بنقول يا كابتن سيد ان شاء الله تكون ثلاث نقاط هامين جدا ويكونوا من نصيب النادي الاهلي. ينضم لي كمان كابتن الكبير الكابتن اكرم توفيق، واحد من النجوم، طبعا بهنيك على تواجدك في البطوله الافريقيه وقيدك في البطوله الافريقيه، صاحب مجهود كبير يا كابتن اكرم، بنتابع في التدريبات زي ما بنشوف الاول، بتشوف ازاي الثقه الكبيره من مجلس الاداره ومن ايضا كمان الجهاز الفني ان انت تكون متواجد في البطوله الافريقيه؟ والله الحمد لله رب العالمين. في الاول بحيي الكابتن سيد عبد الحفيظ وحبيبي الكابتن سيد، والله يعني دي حاجه تسعدني جدا ان انا ابقى موجود مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، ويعني احنا جايين عشان باذن الله نحقق الفوز باذن الله، ومش عايزين ننزل نهزر، احنا جايين من اول معسكر مركزين، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسن الظن. بالنسبه بقى ان انا اتأيدت افريقيا، انا كنت يعني حتى كابتن سيد عارف يعني الفتره اللي مسكنا فيها انا بتمرن بس حته ان انا العب ما العبش، اتأيد ما اتأيدش ما كنتش بتكلم، الحمد لله رب العالمين يعني ربنا بيعوض يعني الحمد لله. مباراة الترجي بتشوفها ازاي؟ الجمهور اللي هيكون متواجد، احنا زي ما قلنا قبل كده النادي الاهلي هنا في رادس ليه طابع خاص، جمهور الترجي بيعشق النادي الاهلي والعكس صحيح، لكن جوه المستطيل الاخضر الموضوع بيختلف خالص، بتشوف المباراة ازاي واهمية المباراة من وجهة نظرك كابتن اكرم؟ لا ده ماتش يعني بالنسبة للنادي الاهلي او اي ماتش عامة النادي الاهلي بيبقى موجود فيه بيبقى حياة وموت، عشان خاطر جمهورنا لازم نرضي جمهورنا بره القاهرة او جوه القاهرة، ده النادي الاهلي معروف دايما ان هو نادي بطولات، احنا جايين مركزين، فرقه الترجي فرقه كبيره جدا، وان شاء الله يعني نقدر نحقق الفوز باذن الله ونسعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. لو باخد منك التعليمات التصريحات، الجهاز الفني مركز معاكم على ايه؟ بيتكلم معاكم في محاضرات اكيد بشكل مستمر، التركيز عليها كابتن اكرم في المباراه دي بالذات؟
والله عامة احنا متحمسين جدا، بيحمسنا وبيحفزنا بشكل كبير. احنا عامة يعني كل واحد فينا لما بينزل الملعب عايز يثبت وجوده، مش عشان خاطر نفسه او عشان خاطر النادي، لا عشان خاطر جمهوره. وطبعا يعني مجلس الإدارة موفر كل حاجة يعني لينا، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن، وإن شاء الله نفرح جمهورنا ومجلس الإدارة وحتى اللعيبة تكون راضية على نفسها إن شاء الله. أخيرا عشان ما أطولش عليك، أنا عارف أنت جاي من التدريب، رسالتك إيه لجمهور النادي الأهلي اللي منتظر إن شاء الله بإذن الله بطاقة التأهل لدور الثمانية تكون هنا من هذه البطولة، من هذه المباراة، تقول لجمهور النادي الأهلي كابتن؟ يعني أحب أقول له هو النادي الأهلي أو فرقة النادي الأهلي عامة يعني دايما عايزاك تبقى سعيد، وفي اي ماتش بننزله بنبقى عايزين لغرض من الماتش ان احنا عايزين نفرح جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يعني بطوله افريقيا ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي باذن الله. ربنا يخليك حبيبي. كل الشكر والتقدير للكابتن ايمن اشرف، كابتن اكرم توفيق على هذه التصريحات زي ما بنقول، حاجه رائعه جدا ومميزه بالنسبه طبعا للنادي الاهلي. سمه المعسكر هي التركيز. مستمرين معاك يا كابتن سيد، في خلال لحظات ان شاء الله هيكون معانا مستر باتريس كارتينون المدير الفني لفريق النادي الاهلي، هنحاول ان احنا نتكلم معاه باستفاضه على الاستعدادات، على الامور الخاصه لفريق النادي الاهلي. لكن في هذه اللحظات عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. شغل زي الفل، وبالتوفيق لايمن اشرف، وبالتوفيق كمان لاكرم توفيق. وبقول الكلمتين لاكرم اللي وصلهم له، يعني اللي هو اكيد موجود حاليا في تونس، مش هيبقى شايفنا بشكل مباشر، يعني واحد من الناس اللي هتبقى مميزه جدا جدا في المكان ده بعد النضج والتطور اللي بيحصل في المراحل المختلفه والمواقف اللي هياخدها من اللعب. ممتاز جدا، رائع جدا، بيتمرن بشكل رائع جدا يا كابتن اسامه، كابتن ماهر، في كل الاوقات بتلاقيه واحد من الناس اللي هي المستقبل ليها باذن الله. طيب كابتن ماهر، كابتن اسامه، الاهلي والترجي كتاب مفتوح، فرقتين اكنك رايح تلعب مثلا الاهلي والاسماعيلي او الاهلي والمصري، ده عارف كل حاجه عن ده وده عارف كل حاجه عن ده، بل كمان يمكن لقاءاتنا مع الترجي مثلا حتى الحته التدريبيه بتتمرن اول يوم في الجامعه، تمام، ده استاد رادس هم غيروا النهارده، ده استاد رادس، انت بتتمرن النهارده في الملعب الفرعي بتاع استاد رادس، يا بتلعب في تمرين الجامعه، بتتمرن في تمرين الجامعه، يا بتتمرن في تمرين الفرعي لرادس. مفيش حاجه كابتن محمود الخطيب رئيس البعثه بيسلم على الناس كلها ويقول لها، فكتاب مفتوح بالظبط زي ما قلت يا كابتن سيد، كتاب مفتوح طول عمرنا مع الترجي، هم شايفيننا احنا شايفينهم، اذا كان من خلال البطوله العربيه، من خلال البطوله الافريقيه، من خلال الدوري التونسي، من خلال الدوري المصري. قبل ما نتكلم على الجانب الفنيه، بس عايز اقول ان موقف الكابتن محمود خطيب كرئيس بعثه وكرئيس نادي يعني مؤشر ذكي جدا مجلس اداره، ان الكابتن محمود يبقى موجود مع التيم في خلال هذه المرحله، بيديهم نوع من الطمانينه، نوع من الثقه، نوع من التواجد مهم جدا، بينعكس على شكل واداء اللاعبين ان شاء الله من خلال معسكرهم ومن خلال المباراه القادمه. عايز اقول لك كمان يا كابتن سيد، الجانب الاداري اللي انتوا نجحتوا فيه قبل كده اللي بيقوم بيه سمير عدلي، يعني انت كان ليك دور كبير جدا بصراحه في الجانب الاداري، انك انت قبل المباراه المهمه التجهيزيه اللي بهذا الشكل، الجانب الاداري مهم جدا لانه بيساعد الجانب الفني على النجاح. وجود سمير عدلي ومحمد يوسف نجحوا بشكل كبير جدا في المعسكر اللي موجود في تونس، من ناحيه المعسكر، من ناحيه الاقامه، من ناحيه الملاعب، من ناحيه التغذيه، من ناحيه الاجواء قبل المباراه. طبعا بنحيي الجانب الاداري بشكل كبير جدا. الجانب الفني طبعا يعني المدير الفني كاردلون اللي بقاله فتره مع النادي الاهلي، هو طبعا بيتعرف، يمكن اتكلمنا في الموضوع ده امبارح وخد وقت كبير جدا، هو بيتعرف على الفرقه بشكل كبير من خلال المباريات اللي هي مباراه الدوري العام، ثم مباراه النجم اللبناني اللي هو مباراه البطوله العربيه، يمكن كانت نتيجه التعادل ما تاثرش طبعا على شكل ولا اداء النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك ان مباراه الترجي في منتهى الصعوبه كابتن سيد، كابتن اسامه، لان هم كمان الترجي بيحب يلعب مع النادي الاهلي جيم مفتوح، جيم بس اشكك دي بقى المره دي، يعني المره دي يا كابتن اسامه برضو ادخل معانا في الحوار ده، المره دي لا اتلسع كتير الترجي من الاهلي طبعا، المره دي بالذات شخصيه المدرب كمان اللي موجود على الخط مختلفه، يعني نبيل معلول كان في 2012، هي دي بقى بنزرتي كان في 2017، هي دي تفرق يا كابتن سيد، شخصيه المدرب خالد بن يحيى هو الجيل بتاعك تقريبا، جيل لكم يعني، كان بالظبط كان لعيب سرزباك بيميل شويه للتحفظ سلمي، فاعتقد ان السياسه بتاعته مختلفه شويه، يعني رؤيته وتفكيره واسلوبه والسيناريو اللي يلعب بيه ممكن يكون مختلف.
ممكن، لانه انت يعني تاريخ لقاءات الناديين 17 لقاء، الاهلي كسب 6 والترجي 3 وتعادلنا 8 مرات، منهم الثمان مرات الاخيره من 2007 الترجي ما كسبناش، وزي ما انت قلت اكتر من مره بنكسبهم هناك في ملعبهم. طبعا الماتش اللي انت حرصت فيه الهدف 2001 اللي خدنا بيه البطوله بعد كده قبل النهائي تعادلنا 1-1 عشان انت اللي سخنتني فاكر؟ اه هو اللي سخنني في بين الشوطين. لا 1-1 مباراه 3 هناك ومباراه 2 والسنه اللي فاتت 2-1 يمكن بس النتيجه اللي هم عملوها ايجابيه اللي هي الاخيره اللي هم تعادلوا في المجموعه 0-0 هنا. فممكن جدا مروان محسن خلي بالك مش اوفسايد خالص. ايوه يعني ممكن صح. طاقم تحكيم السنغالي ما يعلم بالله ربنا. ايوه فدلوقتي الترجي عنده 10 نقط، احنا عندنا 7. اعتقد احنا الاثنين يعني هنقول بنسبه 98-95% ان شاء الله وصلنا يعني باذن الله يعني. هو الترجي وصل رسمي خلاص. ترجي رسمي. انا بقول حتى لو هو اتغلب او احنا اتغلبنا لا قدر الله هنقدر نكسب كامبالا سيتي هنا او نتعادل، يعني اقصد ان الاهلي والترجي وصلوا. فانا اتصور دي مباراه شرفيه، لان حتى في المجموعه لما تيجي تشوف مازيمبي والمولوديه وفايستيف تحسين الترتيب تقصد؟ تحسين الترتيب. تحسين الترتيب. لانه خلي بالك انا شايف انه مازيمبي رغم ان هو الاقوى وعنده 10 نقط ومولوديه عنده 5 وفايستيف 4 وهيلعبوا بعض، يعني مش معروف مين التاني. انا اتصور ان احنا والترجي مش من مصلحتنا قوي ان احنا نلعب الفرقه العربيه، بتبقى ثقيله قوي معانا، يعني رغم انه مازيمبي الاول هيلاعب الثاني، لو هو مازيمبي هيلاعب الثاني بتاع المجموعه. خلي بالك مازيمبي كويسين جدا. ما انا عارف بس قرعه خلي بالك مش هتبقى لا لا الاول والثاني مش اول هيلاعب ثاني. لا لا الاول هيلاعب ثاني. هم هيعملوا ايه؟ نظام البطوله السنه دي مختلف شويه. هو اول 4 اوكي واول والتاني والتاني والتواني بتوع الاربع مجموعات. اوكي الاربع الاوائل دول يا كابتن اسامه، الاربع الاوائل كل واحد هيلعب الثاني من مجموعه ثانيه. فانت مثلا الاهلي طلع اول هيلعب تاني هيلعب مجموعه تاني من تاني من الاربع مجموعات قرعه وهكذا. طيب بقول لك طب التاني ده ممكن يبقى في مجموعته هيلعبوا تاني. لا هيستبعد التاني من مجموعته. أيوة. يبقى القرعه بتتعمل على ثلاثة ايوه ايوه ايا كان. يعني انا اقصد هي موقعة يعني تحسين الوضع اكتر منه انك انت خايف انك تطلع من البطوله، انا اتصور كده. فالترجي زي ما انت قلت اتغلب مرتين ثلاثه على ملعبه والاهلي يخرجوا من اكتر من بطوله هناك، فممكن فعلا خالد بن يحيى يفكر انه يلعب بتحفظ شويه ويلعب على هجمات مرتده في البدايه، يقفل نص الملعب كويس، ما يبقاش متهور. احنا عارفين الجمهور هناك في تونس بيبقى مالي الملعب والضغط الجماهيري بيبقى شديد وبيبقى بيدي معنويات طبعا لفرقتهم، لكن ممكن يلعب بهذا الاسلوب اللي هو يبقى مقفل في 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 نص ملعبه ويلعب على هجمات مرتده على طه الخنيسي على انيس البدري. هنتكلم على التشكيله وهنتكلم على كل حاجه. المدير الفني للنادي الاهلي كارترون يعني برضه هو كمان عنده كذا سيناريو بالظبط. طيب قبل ما تقول لي ممكن يكون بيفكر ازاي نسمعه هو بيقول ايه. طيب نفسه تمام. طيب مع كريم احمد عامل شغل رائع جدا، متشكرين يا كريم. اتفضل. مستمرين معاك من جديد كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان هنا طبعا من تونس. مباراه الاهلي والترجي التونسي اجواء حماسيه، اجواء تركيز هنا في معسكر فريق النادي الاهلي. من لحظات انتهى التدريب الاول لفريق النادي الاهلي، لكن سريعا هنضم لنا طبعا مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي اكيد بنرحب بيه في البدايه وبيتمنى له كل التوفيق في مباراه الاهلي والترجي التونسي. فوت لي بيان فينيو فوت لا بون شانس بور الماتش دو تمان. سي جانتي ميرسي ايل ان فو توجور. لو بسأله طبعا في البداية عن هذه المباراة، كان 6 نقاط هامين جدا، أداء كان رائع بالنسبة للنادي الأهلي، قدر إن هو يحقق 6 نقاط، إن شاء الله تكون مباراة الترجي تأهلنا لدور الثمانية. كيف يرى المباراة وإزاي أعدل هذه المباراة يا أستاذ عبد الحفيظ؟ فيسيت بور لي دو ديرني ماتش، فوز أفي رامسي 6 بوان دو رونكونتر، سي بيان ميل إن بون بوزيسيون دو الجروب، إي لو ماتش دو ليسبيرونس بو كاليفي الأهلي سون بونسي أو ديرني ماتش، كومون فويي لو ماتش دو ليسبيرونس؟ Il faut qu'on le vive avec une énorme motivation, qu'on le vive comme le fait vraiment de revenir de l'ombre à la lumière, en se souvenant d'où on vient. On était dernier du groupe il y a 2 matchs en arrière, avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de travail. Les joueurs ont eu un état d'esprit formidable. On est revenu aujourd'hui sur les talons de cette équipe de l'Espérance. Et c'est vrai qu'on est très motivé à l'idée de faire une grande performance ici vendredi soir.
بقول لك الماتش طبعا هنعيشه بحماس كبير، زي ما بقول دايما الماتش ده عشناه، رجعنا من الضلمه للنور في المجموعه بعد ما كنا اخر مجموعه وكان في احتماليه ان احنا ما نتاهلش، عرفنا نجيب 6 نقط وبدأتي بننافس دلوقتي تاني مجموعه، نلعب قدام فرقه كبيره زي الترجي، ويوم الجمعه ان شاء الله هنحاول نعمل نبذل اكبر مجهود عندنا، لان احنا عندنا لعيبه موهوبه وكويسه عشان نحقق نتيجه كويسه تسعد جماهير النادي الاهلي. انا عارف ان احنا عندنا غيابات لكن النادي الاهلي بمن حضر كما يقال، لكن عايز اتكلم على عمرو السوليه، هل عمرو السوليه جاهز بالنسبه لهذه المباراه؟ الشد اللي كان عنده فقدان عصام عاشور بيخلينا نسال على عمرو السوليه، عايزين نطمن من خلاله على عمرو السوليه. توجور يا بوكو بونجور دون ليكيب اي اهل ليكيب الاهلي سولي كي جو بو رمبلاسي لو بيرسون مي اون بارل ان بو دو عمرو السوليه سي لي بري سورتو كو حسام عاشور سورا با بريزون بور لو ماتش. Ouais, pour l'instant, il s'est entraîné. Je tiens vraiment à féliciter le staff médical et le docteur Rallet qui ont fait vraiment un travail exceptionnel. Solaya aujourd'hui se sent prêt. Maintenant, on a encore un entraînement. On verra s'il est à même de démarrer vendredi. Mais comme vous l'avez dit, on a aujourd'hui la chance d'avoir d'autres joueurs qui sont à 100%. Donc, quelle que soit l'issue du dernier entraînement, je sais qu'on aura une équipe compétitive vendredi soir. بيقول حياتك بيشكر طبعا الفريق الطبي بقياده دكتور خالد، عمل مجهود كبير جدا عشان يرجع عمرو السوليه، هو دلوقتي بيتمرن بس مش هيقدر يدي رد قاطع قبل التمرين الاخيره بتاعت بكره، بس زي ما حضرتك قلت الاهلي بمن حضر فهو لعيبه الاهلي كلها 100% مستواها كويس، فبالتالي حتى لو مش جاهز يوم الجمعه وده حاجه ما يتمناهاش، في البديل الكويس اللي ممكن يحل محله. لو اتكلم على مازيمبي، ويمكن هل مستر باتريس واجه فريق الترجي في خلال مشوار مازيمبي، ولا بيشوف بالظبط يعني فريق الترجي بيتميز بايه من خلال الفتره اللي فاتت او الفتره اللي هل avec Mazembe est-ce que vous avez joué contre l'Espérance et si vous avez joué contre l'Espérance avec Mazembe quelle est la différence entre le niveau de la génération que vous avez joué avec et cette génération la génération actuelle? Non, l'Espérance était dans une passe difficile quand j'ai eu la chance de gagner avec le tout-puissant Mazembe, donc j'ai pas eu la chance de les rencontrer. Maintenant, c'est un nom historique du football africain, un grand, grand club. Ça va être un choc magnifique entre deux grands clubs, entre deux noms exceptionnels. Et quel que soit le passé, j'ai envie de dire que c'est à nous d'écrire l'histoire actuelle et l'histoire à venir. Comme je l'ai dit, on revient de nulle part. Les choses ont été tellement difficiles qu'on doit vivre ce match-là avec une passion fantastique et avec une motivation énorme. بيقول لا للاسف لما كان خد بطوله افريقيا مع مازيمبي كان الترجي بيعدي فتره صعبه ما كانش ظاهر الساحه الافريقيه بشكل كويس، لكن دلوقتي انا عارف طبعا التاريخ لمصلحه الاهلي، بس احنا دلوقتي بنعمل الحاضر والمستقبل. الماتش بتاع يوم الجمعه ده هيكون بين فرقتين كبار جدا في افريقيا، هيبقى زي صدام يعني شق بين فرقه كبيره مصريه وفرقه تونسيه، واحنا هنبذل كل مجهودنا واحنا زي الماتش بحماس وبحب وبروح عشان نحقق نتيجه كويسه ونعمل نتيجه كويسه للحاضر والمستقبل. اخيرا، يمكن جمهور النادي الاهلي في خلال الفتره الماضيه ارتباط كبير بمستر باتريس كارتنور على ادائه المميز، تغييراته المميزه، قيادته الفنيه لفريق النادي الاهلي، اللي ممكن يقوله لجمهور النادي الاهلي قبل انطلاق هذه المباراه؟ Vous avez une grande popularité pour les fans du club et quel est, avec vos remplacements et vos bons résultats, quel message vous pouvez transférer et faire pour que le public soit content pour le match de vendredi prochain? Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on est en course dans toutes les compétitions. Que l'objectif pour moi c'était, et avec le staff c'était très difficile parce qu'on a eu quelques jours pour redonner vie à une équipe qui en avait perdu, pour retrouver un état d'esprit compétitif, en sachant que la concurrence en championnat est féroce avec l'arrivée de nouveaux clubs, avec des moyens énormes de part et d'autre. Maintenant j'ai accepté ce challenge d'Al Ahly parce que pour moi c'est un club qui correspond à mes valeurs, fidélité, famille, état d'esprit. Donc je me dis que toutes ces épreuves-là sont faites pour nous obliger à donner le meilleur de nous-mêmes. Je remercie les fans de leur confiance. Ils savent qu'il n'y a rien de plus important pour moi aujourd'hui que de réussir avec Al Ahly. Il n'y a rien de plus important pour moi qu'Al Ahly ait des résultats, qu'on soit compétitif dans toutes les compétitions. L'équipe, je le garantis, jouera avec beaucoup de cœur. Après, on aura des jours plus difficiles, mais en tout cas, à chaque fois, on donnera le meilleur de nous-mêmes.
بيقول طبعا اهم حاجه دلوقتي يبقى عندي فرقه كويسه اقدر اتنافس في كل البطولات اللي احنا فيها. انا جيت طبعا كان وقت صعب جدا لما جيت، كان موقف صعب، وانا قبلت التحدي وقبلت امر النادي الاهلي لان انا بحب القيم بتاعت النادي الاهلي، الاخلاص والاخوه بين اللعيبه والروح بتاعت اللعيبه. اللعيبه ادت كويس جدا وحققت نتائج كويسه، واحنا عندنا عارفين المنافسه قد ايه صعبه خاصه في الدوري مع فرق جديده موجوده وفرق جابت لعيبه ومستواها اعلى، فعارفين المنافسه السنه هتبقى صعبه. احنا هنعمل كل عينه عشان نبسط الجماهير. اما بالنسبه للجماهير فبقول لهم طبعا كل اللي بنعمله ده عشانكم ونحقق نتائج كويسه عشانكم، وان شاء الله تبقى الفتره الجايه تبقى كويسه بالنسبه للنادي الاهلي. ثانك يو. كل الشكر والتقدير طبعا لمستر باتر السكرتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي على تسجيل التصريحات. زي ما بنقول الروح والحماس زي ما تابعنا طبعا تصريحات هامه جدا لمستر باتر السكرتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي في هذه اللحظات. كابتن سعد عبد الحفيظ، يمكن فريق النادي الاهلي بينزل دلوقتي الى المطعم لتناول طبعا وجبه العشاء. انتهى كده اليوم بالنسبه لفريق النادي الاهلي، اليوم الاول انتهى بتدريب على الملعب الفرعي في رودس. غدا بمشيئه الله يكون في المؤتمر الصحفي لفريق النادي الاهلي بحضور الكابتن شريف اكرامي كابتن فريق النادي الاهلي مستر باتريس كارتيرون الساعه 7:15 هنا بتوقيت تونس، يليها الساعه 8 المران الاخير والرئيسي على ملعب رودس مران فريق النادي الاهلي. كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي، واكيد هنكون مستمرين معاك يا كابتن سيد غدا وبعد غد ان شاء الله خلال المباراه، وايضا كمان بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد، مباراه الاهلي والترجي التونسي. شكرا كريم، متشكر جدا، عامل شغل رائع جدا كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي. اشار في كلامه ان هو بيشكر طبعا الجهاز الفني او الجهاز الطبي بقياده دكتور خالد، وقال كمان ان مواجهه الترجي تختلف عن كل المواجهات اللي هو شارك فيها قبل كده، لان هو لما خد البطوله مع مازيمبي كان الترجي مش موجود بالقوه اللي موجود فيها في الثلاث سنين الاخيره. تحب تعقب على كلامه وما نخش في الامور الفنيه بقى اللي ممكن تحصل في اللقاء؟ والثقه اللي احنا اخذناها قبل كده كان ما فيش ثقه، وكانت الناس قلقانه على موقف النادي الاهلي، لكن الثقه اللي عادت يا كابتن سيد بعد طبعا وصولنا للنقطه السابعه دي اكيد ادت ثقه للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان هو يقدر يقابل او يبادل الترجي في مباراه غد ان شاء الله بالطريقه المناسبه والشكل والاداء اللي يناسب هذه المباراه. وزي ما انت قلت ان احنا محتاجين من المباراه ديت ان احنا يعني لو ربنا ما قررناش بالمكسب ناخد اللي هي الحاله الثانيه، ناخد نقطه ويبقى نطلع تاني ورا الترجي ونشوف القرعه ان شاء الله باذن الله. وانت هدفك البطوله يعني طبعا هدف يعني كويس ان انت بتقابل تطلع اول في المجموعه، لكن في النهايه الهدف الاسمى هو البطوله. بالظبط، البطوله ان شاء الله. طيب كابتن اسامه، عايز اعمل مقارنتين للتوقع او التشكيله اللي هياخد بين الترجي اللقاء. التشكيله اللي خاض بها الترجي الاهلي في المواجهه الاولى في دوري المجموعات كانت موجود فيها المباراه الاولى اللي انتهت 0-0 واللي ما اتحسبش فيها هدف صحيح مليار في المية لمروان محسن بصفاره سنغاليه، لكن في النهايه المباراه انتهت 0-0. معز الدين بن شرفيه ده جون، او معز بن شرفيه وسامح الدربالي ده باك رايت، هم جابوه مخصوص لان ايهاب المباركي كان عنده رباط صليبي، وكان حسين الربيع وشمس الدين الزوادي او كان خليل شمام هو السرد باك وحسين الربيع هو الباك ليفت، وفي نص الملعب كان بيلعب ثلاثي برضه ثلاثي محمد علي منصور اللي هو كان موجود في الاتحاد السكندري لو تتذكره، وكومب اللي هو اللعيب الكاميروني ممتاز جدا، وكله بالي وانيس البدري وهيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي. دي المواجهه او التشكيله اللي خاض بها الترجي في المباراه الاولى بتاعت النادي الاهلي. التشكيله المره دي معلومات اللي عندنا من عن طريق يعني زمايلنا واخواتنا واصحابنا، وكمان دكتور احمد ثابت الحقيقه بشكره جدا على الهواء، فعال جدا معانا وفريق الاعداد بالتاكيد كله. يعني ممكن يلعب رامي الجريدي ده حارس مرمى جديد جايبينه من الصفاقسي، شمس الدين الزوادي موجود، علي الشنالي ولا المشاني، علي المشاني او محمد علي اليعقوبي وده برضو كان موجود في الفتح الرباط المغربي، وخليل شمام تمام باك ليفت، ايهاب المباركي راجع من اصابه الرباط الصليبي وهو الباك رايت الاساسي، يبقى سامح الدربالي ممكن يريح، فرانك كوم اللي هو اللاعب الكاميروني، وقدامه يلعب بقى كولوبالي والشعلالي، انيس البدري، يوسف البلايلي او يوسف البلايلي ده برضو لسه راجع من اصابه، اخر مباراه لعبها كانت مباراه كامبالا طلع في الشوط الاول مصاب، وطاح ياسين الخنيسي. فواضح ان ممكن يحصل تغيير شويه كده في ممكن ممكن حسب الجاهزيه. يعني انت بنتكلم على ايهاب المباركي راجع من عمليه رباط صليبي وهو كان اساسي ولعب الدربالي،
والدربالي فترة طويلة بيلعب منتخب تونس فممكن هو برضو يكمل أو حسب ما هو الدربالي ما بيلعبش تونس خالص ما بيلعبش منتخب خلي بالك الدربالي لعب سامح لا بيلعب النجاز بس هو لعب فترة قبل كده قبل كده قصدك دولي يعني قبل كده طبعا طبعا ممكن جدا لو إيهاب المبارك مش جاهز 100% لأنه لسه عودته رجع في بعض الماتشات بس ممكن ما يبدأ أو لا دي لسه برضو من التغيير الثاني اللي هو يوسف البلايلي ناحية الجنب الشمال قدام خليل شمام أو قدام حسين ربيع كان بيلعب اللي هو هيثم الجويني ده التغيير اللي ممكن يتم لكن حتى التغيير الأولاني ده التشكيل الأولاني هو لعب بيه بالظبط في مباراة الاتحاد في اسكندرية يوم 8 باستثناء محمد علي منصر كان بيلعب مكانه غيلان الشعلاني يعني كان بيلعب فرانكوم وكوليبالي وغيلان الشعلاني في النص وانيس البدري والخينيسي وهيثم الجويني الثلاثة اللي قدام منصر هو اللي لعب في الماتش الاولاني خلي بالك مش الشعلاني لا انا عارف انت مش بتكلم على الاهلي ومش بتكلم على الاهلي وترجي اتحاد السكندري أوكي. وترجي اوكي لعب غيلان الشعلاني فالتشكيل واضح انه ما بيحصلش فيه تغيير كبير قوي يعني في على الاقل هتلاقي من 7 لـ8 لاعبين ثابتين يعني مين. عندك ودي فرق كبيره كده على طول شمس الدين الزوادي عندك الثلاثي في نص الملعب اللي هو فرانكوم وكوليبالي وغيلان الشعلاني والثلاثه مميزين صح. فرانكوم وسط ملعب مدافع ممتاز من احسن الناس اللي موجوده في المكان ده في افريقيا مظبوط في افريقيا مظبوط بيقطع كويس جدا جهده عالي جدا باص بتاعه رائع كويس كل بالي برضو يعتبر من الوسط المدافعين يعني هو بيلعب في الجنب يعني هو بيلعب بواحد اللي هو فرانكوم وشماله ويمينه كل بالي وغلال الشعلاني الاثنين عندهم جهد كبير وعندهم سيطره عندهم انيس البدري على الطرف اليمين وده اخطر لعيب فيهم ولعيب دولي طبعا ومميز ويعني صانع لعب يعتبر رغم انه بيلعب في الجنب لكن احيانا بيخش للعمق وبيكمل بيعمل كرات عرضيه كويسه جدا من ناحيه اليمين ساعات يخش في العمق ورا خطا الخنيسي وبيشوط فانيس البدري ده من اميز الناس فيهم ودولي طبعا وعامل تجانس وتفاهم رهيب جدا مع طه الخنيسي مظبوط وطبعا طه الخنيسي في الامام بسرعته وانا عايز اقول ايه في مهاجم بيبقى بنقول عليه بلغه الكوره كده هو قناص ثقيل يعني يعني هو مش مهاري قوي ولكن قريب قوي من الجون يعني كره بتخبط في واحد بتقع بيجيبها وبيسرق بيسرق على طول قدام السردباكات هايل طبعا وجاب فينا جون اعتقد برده كان قريب في كان فينا جونين جول هنا وجول هناك ايوه والناحيه الثانيه يوسف البهاري لكن هو ناحيه اليمين بيبقى الجانب الاخطر اللي هو في انيس البدري فانا شايف انه التشكيل يعني تقريبا ممكن يبقى قريب من التشكيل الاولاني اللي هو لعب بيه في مباراه الاهلي ومباراه الاتحاد السكندري اذا حصل تغيير هتلاقي ممكن تغيير او اتنين على الاكثر من وجهه نظري يعني طيب قبل ما اسمع راي كابتن ماهر اخد كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني في شباب النادي الاهلي ناخد رايه في اللقاء وكمان ونطمن معاه على حاله الفرقه ومستقبل الاهلي كمان كابتن عادل مساء الفل انا كابتن سيد ازيك اخبارك ايه قول لنا كده انت عندك كورونس الشعار بتاعتك عالي قوي قول لنا اخبار النتيجه تحيه كابتن ماهر الاول وكابتن اسامه ازيك عادل ازيك عادل بعدين الكابتن ماهر حبيبي ازيك عادل ما عرفني وحشني الله يخليك يا عادل اخبارك ايه الله يخليك يا كابتن تمام يعني ان شاء الله يعني ماتش الترجي احنا متمردين معاهم يعني احنا قدام كتير قوي كنت سامع الكابتن اسامه بيتكلم على القوه الضاربه في الترجي الترجي فرقه كويسه ولكن مش بقوه السنتين اللي فاتوا يعني اكثر من لاعب ما مشي ولاعيبه كويسه ولكن فرد الترجي انت عارف المصاريف اللي بيننا وبينهم هم بياملوا انه خلي بالك هم ممكن يكونوا وصلوا لمرحله كويسه قوي في المجموعه ان هم عاوزين خلاص ان هم يوصلوا لكن يقول لك قسم كبير زي النادي الاهلي لو كسبوا في لا قدر الله يعني بعيدوا عن التواجد في بطوله افريقيا فعلشان كده بقول لك ماتش هيبقى فيه صعوبه شويه علينا ولكن احنا لعبتنا قادرين ان شاء الله ونقدر ان احنا نتخطى وناخد الثلاثة بونت او على الاقل في نوكي في نصر يكون يكفي لو ان شاء الله نكسب المباراة اللي هتبقى على ملعبنا اللي بعديها ان شاء الله كان بارد طيب طمنا على الفريق النهاردة كان عندك ماتش ودي كان عندي ماتش من العيار الثقيل يعني كان عندي ملاعب فرق هاكر الفريق الاول فرقة كويسة قوي معاها 7 محترفين تجربة قوية جدا والحمد لله يعني اثمرت اللعيبة عندي عملوا اداء مميز وكسبنا حتى المباراة 2-1
يمكن من المباريات القوية جدا وتجربة جيدة قوي يعني، واحنا رايحين مخصوص عشان نلعب مع هاجر، وعندنا ان شاء الله مباراة بعد بكرة مع منتخب اسكندرية، فبنحاول ان احنا نكبر افق اللعيبة وبنديهم مباراة ودية قوية جدا عشان الاهداف اللي احنا بنشتغل عليها اهداف التصعيد ان شاء الله. الامور كلها عندك كويسه ان شاء الله الرحمن، كل الجماهير الاهلاويه بتثق في حضرتك ومستنيه من حضرتك حاجات تطلع كده للفريق الاول السنه الجايه واللي بعدها على اقصى تقدير يا كابتن عادل. اكيد طبعا يا كابتن سيد، وده هدفنا الاول والاخير ان احنا يعني يمكن انا جيت الفرقه دي وعندي هدف واحد اللي هو ان شاء الله التصعيد، وغير التصعيد كمان عندنا انت عارف عندنا من العمر من فرقه 97 عندنا 8 لعيبه في الفريق الاول وحوالي 7 لعيبه اعاره، وعندي أكثر من 7-8 لعيبة إن شاء الله يعني ممكن يبقى ليهم دور في الأيام اللي جاية كتير إن شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لشباب النادي الأهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. اتفضل يا كابتن ماهر، احنا قدامنا 4 دقايق، حضرتك دقيقتين وكابتن أسامة دقيقتين. يعني أسامة اتكلم على الخطوط العريضة كابتن سيد بالنسبة لتشكيلة الترجي التونسي وشكل وأداء اللي هيلعبوا بيه في هذه المباراة. هم عندهم قوة في خط الوسط بشكل كبير جدا، يعني ممثلة في فرانك والشعلاني وكوليبالي، فالمباراة دي مهمة جدا. نص الملعب اللي يعني يقدر يسيطر على نص الملعب هيبقى بيستحوذ بشكل كبير جدا على محتويات المباراة. عندهم كمان حاجة كمان جميلة بيعملوها، انه عنده مجاميع بيشتغل من ناحية الاطراف، من ناحية الجنب اليمين خليل شمام ويوسف البلايلي بيلعبوا بتركيبه في حته ممكن تنظيم. هم فعلا الاثنين بيلعبوا في جنب واحد، بيروحوا بيتحركوا، بيقدروا يعملوا كروسات عرضيه اللي طه ياسين بتبقى خليل شمامي عنده بطء شويه خلي بالك، يعني هو ما بيكملش ما بيكملش، لكن بيعمل الكروس من هاف كروس من تحت شويه، وبرده بيبقى مؤثر بشكل كبير. عنده بردك ايهاب المبارك ناحيه اليمين، وانيس البدري بردك جابها فيها حركه وفيها نشاط وحيويه، وبيقدروا يعملوا حاجات الكروسات العرضيه لطه ياسين اللي هو بينقض بشكل كبير جدا، وهو ده اللي احنا محتاجين الرقابه بشكل كبير من سعد سمير ان شاء الله لما هيبدا المباراه يبقى عينه عليه، لان هو ده الهداف الوحيد اللي بيعرف يجيب اجوال، وهو محظوظ علينا كمان يعني جاء في منتخب مصر جون فينا وجاء في النادي الاهلي جون فينا، فهو من الهدافين المحظوظين على الكره المصريه. النقطه الثانيه يا كابتن سيد المهمه جدا ان احنا لازم نلاحظها وناخد بالنا منها، الفاولات الثابته اللي علينا صح، اللي كانت من بره 18 او كورنر، لان هو عنده اطوال شمس الدين من المدافعين اللي بيطلعوا في الكرات الثابته، فرانك بيطلع، كوليبالي بيطلع، فرانك من قصير شويه بس بيطلع بالظبط، يعني هم كمان ساعات في معظم مبارياتهم معانا ما بيجيبوش اجوال فينا الا من كره ثابته. فانا بقول من خلال برنامجك طبعا وموجود اسامه ان احنا الحته التلت الدفاعي بالنسبه لنا لازم نحافظ بشكل كبير جدا ان احنا ما بنحاولش نعمل فاولات، وما بنحاولش نطلع كورنر، يبقى عندناش ركنيات كتيره على اساس ان هم يقدروا يستغلوا الحاجات ديت، وهم بيعرفوا يستغلوها بشكل جيد. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نحافظ على الجزئيه ديت ان شاء الله باذن الله، لكن هتبقى الغالبيه والدوافع بالنسبه لنا اكتر من ترجي تونسي. طيب كابتن اسامه انا قدامي خلاص الوقت يعني بينتهي، لكن هقول لك حاجه ممكن تبقى في صالحنا جدا. هو شخصيه خالد بن يحيى مختلفه عن فوزي بن زرتين، عارف كومب وكلوبالي وشعلالي عليهم دور كبير جدا، لان خليل شمام وايهاب المباركي عندهم الطابع الهجومي، بيعملوا بعمق الهجومي باستمرار فالحته اللي ورا، ولو تفتكر الجولين اللي جابهم الاهلي السنه اللي فاتت اللي جبناهم السنه اللي فاتت كان عن طريق تقدم كان لخليل شمامي اصلا من ناحيه الشمال، وعلي معلول يعني استغل واحده، وكان قبليه عبد الله السعيد استغل واحده، لكن في نفس الوقت احنا ممكن نستغل الثغرات اللي ورا والمساحات اللي ورا. دي حقيقه، يعني يمكن الحاجات اللي انا يعني كاتبها في نقط الضعف اللي عند الترجي. شفت بقى بره فكرك ازاي؟ خط ضهر شفت؟ صح، خط الدار عامة سواء في الأطراف صح أو قلبي الدفاع أو خليل شمام بالذات رجوعه ارتداده بطيء وبيتضرب بيعمل مساحات كتيرة في داره وفي العمق برضه، يعني حتى الجون اللي جابه سيسي في مباراة الاتحاد السكندري والترجي هنا اتلعبت بينها في العمق بين المدافعين وقدر يسبقهم بسرعته حتى سامح الدرباني ما حصلوش وقدر يجيبها. فهم سواء في الاطراف او في العمق عندهم بطء نسبي، فاحنا برضو الجزء الامامي نتمنى طبعا ازارو سريع ده ما فيهاش كلام،
نتمنى نعرف نستغل المساحات اللي ممكن تتخلق ساعة الهجمة بتاعتهم، لأن احنا قلنا ممكن يكون تفكير علي خالد بن يحيى انه يبقى مقفل في نص الملعب وورا يضيق المساحات ويلعب على هجمة مرتدة، ممكن يفكر في هذا التفكير. اذا ما عملش كده او في لحظة ما هم بيتقدموا هيبقى فيه مساحات في ظهر خليل شمام، هيبقى فيه مساحات في ظهر سواء إيهاب المباركي او سامح الدربالي، وان كان طبعا سامح الدربالي اقوى دفاعيا من خليل شمام يعني في الجنب الثاني او من إيهاب المباركي صح، او في العمق اللي هو بس يعيبه عنده بطء سنه دلوقتي عنده بطء السن صحيح. السن كبر سنه خلي بالك برضو. هو كان مشي من الترجي، انت عارف انه كان مشي من الترجي اصلا، كان راح اهلي طرابلس. اهلي طرابلس السنه اللي فاتت كان موجود مع اهلي طرابلس، هم رجعوه لما إيهاب المباركي جاله رباط صليبي فرجعوه عشان البطوله الافريقيه. وعندهم تدعيم مش وحش خلي بالك برضو، هم جايبين محمد بن علي يعقوبي ومحمد بن عمر لعيب دولي طبعا، لعيب كويس ولعيب دولي والحته دي كابتن اسامه كابتن سيد بيستغلها ازاره في خلق المساحات. يعني هو لما بيتقدم وبطء ما بيقدرش يرجع فيخلق مساحات وراه بشكل كبير جدا، ازاره بيقدر في انطلاقاته ان هو بيخلق لنفسه المساحه ويبدا يتنقل في ظهر خليل شمام، يقدر يعمل لنا ثغره بشكل كبير جدا. وزي ما اسامه قال ازاره بردك، احنا عندنا عندنا ناصر ماهر وعندنا ميدو جابر وعندنا وليد سليمان يقدروا بردك الحاجات البينيه يوصلوا ازاره بشكل كبير جدا. ودي مهمه يا كابتن سيد، لان انت لما الترجي يخش نص ملعبك فاكيد هيبقى فيه مساحات ورا ظهره بشكل كبير، نقدر احنا نقدر نستغلها. عندنا عنصر وليد، عنصر السرعه، عندنا ازارو، عندنا ميدو جابر، حسب التشكيله طبعا اللي هتبقى موجوده من بدايه المباراه. اهم حاجه اخد عليك برضو كابتن اسامه كابتن ماهر، اهم حاجه احنا نبقى تحت مستوى الكوره دايما، لو فرقتنا دايما تحت مستوى الكوره يعني اعتقد هتبقى فرصك احسن، هتشوف احسن، هيتخلق لك مساحات احسن، فهتدي لك افضليه او وصول للمرمى احسن. طبعا ما فيش شك، لو كل ما انت كاتبها دي ولا لا؟ لا دي مش كاتبها بس بتكلم عليها. لا ده طبيعي، واحنا بندافع كل ما وانت بتدافع المساحات قريبه وعامل كتله واحده ومضيق المساحات بيبقى عندك فرصه في حاجتين، انك مرماك ما يتهددش او الخطوره اللي تبقى على الشناوي او شريف منعدمه او قليله جدا، وكمان انك انت بتبقى بعد كده في الهجمات المرتده ممكن جدا هم بيكونوا بيتقدموا في الوقت دوت بكثافه اكتر عشان يخترق الدفاعات ديت فتلاقي في مساحات في ظهرهم. فمهم جدا القفله اللي هي بنقول عليها الكومباكت دي، اللي هي الكتله واحده دي قدام ال 18، لازم تبقى كلنا ورا الكوره وسايبين نص الملعب في اوقات الدفاع في اوقات معينه يعني، وانا استغل بعد كده المساحات اللي في ظهرهم. نتمنى كمان نشوف صلاح محسن دوره مع الوقت يبقى اكتر من كده ان شاء الله، لانه لعيب سريع ولعيب هداف استغله وعايز يجري في الملعب على طول. ايوه، ونهايه السنه اللي فاتت صراحه انها بشكل كويس، فنتمنى له التوفيق. ويمكن خد 5 دقائق كده او 6 دقائق في مباراه النجمه اللبناني قبلها المصري كان، لكن ربنا يسهل ويقدر واحده واحده يخش مع كابتن سيد. كابتن اسامه احنا عندنا الكونتر اتاك واولادنا او فرقتنا بقى لنا سنتين بنعرف نلعبها بشكل كبير جدا، اذا كان من عمق او على الاطراف، فهي بتبقى من تحت بتتنقل الباص اللي هو اللي بنسميه الباص الطولي، يعني بتسلم نص الملعب وبعد نص الملعب بيبدا ينقل كونتر اتاك بسرعه للسرعات اللي احنا موجود علينا اللي موجود عليها وليد سليمان وازارو وميدو جابر. فنتمنى ان يبقى عندنا الحس والتوقيت والتكتيك اللي يتبني من خلال هذه المباراه، ان الكونتر اتاك يتعمل في التوقيت المناسب في خلق المساحه، ازاي هضرب بالترجي واخد بالك واقدر اضره في المساحات اللي هيخلقها وهو بيهاجم في نص ملعب النادي الاهلي، فدي مهمه جدا لازم نركز عليها بشكل كبير. طيب الحكم الجابوني اريك اوتوجو هو الحكم الجابوني اللي هيدير اللقاء، حكم ممتاز جدا. يعني لو مش موفق في الماتش تعرف ان هو او يعني في حاجه غلط تعرف ان هو مش موفق. يعني هو حكم كويس، لا بجد حكم كويس، حكم لنا ماتش مصر وغانا هنا في مصر لو تفتكروا 2-0 بهدف صلاح وعبد الله، وحكم لنا مباراه النجم الساحلي هناك في تونس قبل النهائي السنه اللي فاتت اللي خسرنا فيه 2-1، فهو حكم فعلا كويس. يعني فبالتوفيق ان شاء الرحمن للاهلي ويقدم ماتش كويس قوي ان شاء الرحمن. كابتن ماهر، كابتن اسامه، ان شاء الله كابتن، نورتني كابتن ماهر الاول. شكرا كابتن، وربنا يوفق بكره النادي الاهلي ونكسب باذن الله. بعد بكره الماتش، بعد بكره صح؟ بكره 12 و6 دقايق عدينا اهو. سلام عليك يا ابو الكباتن.
نورتني كابتن اسام. الله يخليك، شكرا، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ونتمنى نعمل مباراه كويسه ونتيجه كويسه. يومنا خلص النهارده على خير، ملعب الاهلي بكره الساعه 11 ان شاء الرحمن في نفس الميعاد بعد مباراه مصر المقاصه مع الزمالك. نلتقي على خير، تصبحوا على خير النهارده، واشوفكم بكره ان شاء الله. اللون الاحمر هو